السلام عليكم ومرحبا بكم في اليوم الثاني من برنامج لينك التدريبي. الليلة عندنا ورشة الاقتصاد الكلي، هيقدم لنا أستاذ مصعب إبراهيم، وهو خبير اقتصادي يتمتع بخبرة 16 عام في مجال البنوك المركزية، بالتحديد بنك السودان المركزي. هو أيضا خبير في صندوق النقد الدولي. حاليا يسعى للحصول على درجة الماجستير في معهد في الخدمات المصرفية المركزية، وهو برنامج تعاوني بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية آسيا للأعمال. وهو أيضا حاصل على شهادة الدراسات العليا في أسواق رأس المال من جامعة جورج واشنطن، وماجستير إدارة الأعمال، وأيضا بكالوريوس العلوم في الاقتصاد من جامعة الخرطوم. طوال حياته المهنية شارك بعمق في تحليل الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية والتحليل المالي. سعيدين بانضمامكم، تفضل أستاذ مصعب. شكرا يا دعاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. اولا السلام عليكم جميعا. بس معليش، انا البايو لانه كان ارسلتها بالانجليزيه، فابراهيم هو اللاست نيم. انا اسمي مصعب عوض محمد خير، مصعب عوض محمد خير ابراهيم، ابراهيم هو اللاست نيم. والماجستير هو مش في خلاص، هو اسمه ماستر اوف سنترال بانك. مرحبا بكم جميعا، كل خريجي اقتصاد وعلوم اداريه في برنامج لينك التدريبي. وإن شاء الله نحن الليلة أول ورشة في الاقتصاد الكلي، وإن شاء الله نتمنى إنه تكون يعني ورشة مفيدة لكم. هقدم لكم مادة تدريبية. أنا هبدأ أعمل شيرينج للسكرين. ظاهر يا دعاء السكرين؟ أيوة ظاهر، تمام. طيب، مادتنا هتكون إن شاء الله في حدود ساعتين ونص بحد أقصى، شامل الأسئلة والإجابات. هيكون عندنا بريك بعد ساعة، ممكن نصلي فيه العشاء لمدة 10 دقائق، وهيكون عندنا بريك تاني 7 دقائق. بعدها هيكون الأسئلة والإجابات. طيب، البرزنتيشن بتاعي والمادة اللي هقدمها لكم، أديكم يعني بشكل عام الأوتلاين بتاعها. أولا هتكلم عن تعريف مهنة الاقتصادي ومجالات العمل في الاقتصاد. بعدين هنتعرض للربط النظرية بالواقع، ثم المهارات المطلوبة لخريجي الاقتصاد والعلوم الإدارية خاصة فيما يلي الاقتصاد. وممكن برضو نعرج على بعض الشهادات المهنية كجزء من المهارات وسوق العمل والبرامج والتطبيقات المفيدة لخريجي الاقتصاد. وحيكون عندنا كيس ستادي، دراسة حالة هنتكلم فيها. أنا حاولت أشوف كيس ستادي تكون فيري ريليفنت، فلقيت سعر الصرف في السودان هو كيس فيري ريليفنت، وممكن استخدام ادوات فيري سيمبل الناس تعلموها في اي خريج اقتصاد في الجامعه، حتى ناس علوم اداريه ممكن الادوات اللي تعلموها في الكليه او في الدراسه يقدروا من خلال يعني يفهموا كيس يمكن شاغل الناس ومعقد زي سعر الصرف، بحيث انه يعني من خلال الكيس هيتضح للناس انه كيف ممكن انت توظف معرفتك في الاقتصاد في فهم يعني مفاهيم اقتصادية معاصرة ومعايشة، ويكون عندك فيها يعني طريقة، يكون في عندك فيها سامك الفكري الخاص من خلال دراستك. فنبدأ. أول حاجة حنتكلم عن من هو الاقتصادي. طبعا الاقتصادي هو التعريف بتاعه هيجي من تعريف الاقتصاد نفسه. نحن عارفين انه الاقتصاد هو علم الاقتصاد هو العلم المختص بحل المشكلة الاقتصادية. والمشكلة الاقتصادية هي انه الموارد محدودة،
والاحتياجات البشرية متجددة ومتنوعة، فبالتالي من هنا بتنشأ المشكلة. فالاقتصاد هو الشخص الذي يدرس كيفية توزيع الموارد لتحقيق أقصى فائدة للمجتمع. علم الاقتصاد هو علم قديم، يعني لكن ما كان، يعني كان بيكون ضمن الفلسفة، ضمن علوم أخرى. يعني مثلا نلقى في أفكار أرسطو وإفلاطون في إشارات يعني لمفاهيم اقتصادية واضحة. مثلا أفلاطون كان يتكلم عن العدالة الاقتصادية في كتاب الجمهورية وتقسيم العمل. أيضا أرسطو يتكلم عن قيمة المال وناقش مفهوم القيمة واستخدام النقود كوسيلة، وبرضه تكلم عن العدالة التوزيعية. لكن طبعا نحن كلنا عارفين انه مؤسس علم الاقتصاد بشكله الحديث هو آدم سميث، العاش في القرن ال 18، توفى في 1790. فآدم سميث يعتبر من هو رائد علم الاقتصاد الحديث. وفي بعد ذاك عدد من علماء الاقتصاد نقدر نقول عليهم كلاسيكيين، بالإضافة لآدم سميث عندنا ديفيد ريكاردو، وعندنا توماس مالتوس وجون ستيوارت ميل. طبعا عارفين انه آدم سميث يعني اكثر شيء معروف به هو كتابه ثروة الأمم، واللي فيه اشهر فكرة فيه هي فكرة اليد الخفية او الانفيزيبل هاند، اللي هو انه كل الأسعار بتتحدد بالتغاء العرض والطلب. ثم بعد ذلك عندنا اقتصاديين معاصرين اشهرهم، هم مش معاصرين بالمعنى، يعني توفى جون ماينر كينز في الأربعينات، لكن يعني خلينا نقول معاصرين. عندنا أشهرهم جون ماينر كينز، وعندنا ميلتون فريدمان اللي توفى في 2006، وعندنا الآن أشهر اقتصاديين موجودين حاليا ممكن نقول نتكلم عن جوزيف ستيجليتز، و لو يعني تجاوزا اعتبرنا جون برنانكي عالم اقتصاد، هو يعني عنده تأثير كبير على الاقتصاد الحالي. بعد ذاك في آخرين عندنا، حيكون عندنا سلايد كده فيها صور الاقتصاديين، ممكن نلطف الأجواء شوية. فطيب نتكلم عن الآن الطبيعة الاقتصادي، ما الشخص الاقتصادي مفترض، يعني الصفات او المهارات المفترض يتميز بها الاقتصادي شنو؟ ف هنتعرض طبعا للسكيلز الكميه والنوعيه المفروض تتمتع بها انت كاقتصادي عشان تساعدك في سوق العمل، لكن هنا بنتكلم عن يعني بشكل عام طبيعه الشخص الاقتصادي بعيدا عن احتياجات سوق العمل. فهو المفروض يتمتع بمهارات التفكير النقدي والتحليل العميق والفهم الشامل للسياسات. ولما نقول تفكير نقدي بنعني التساؤل والفضول، التقييم المنطقي، التفكير التحليلي، الاستدلال، التفكير المستقل، المرونة، يعني المرونة العقلية. طبعا عكس يعني مثلا رجل الشارع العادي لما يتكلم عن المفاهيم الاقتصادية بيتكلم عنها عنده مثلا القبول العشوائي للأفكار، أو التفكير المتحيز، أو الاستنتاجات السريعة، أو الاتباع الأعمى، أو الثبات على الآراء، أو التأثر بالعواطف. دي الأشياء اللي بتفرق بين الشخص الاقتصادي ورجل الشارع العادي لما يتكلم عن ظاهرة اقتصادية. بعد ذلك بالإضافة لكده طبعا عندنا زي ما قلنا التحليل العميق والفهم الشامل للسياسات الاقتصادية، لأنه مترابطة جدا. فالاقتصاد لازم يتمتع بقدرة على يعني فهم ارتباطات المتغيرات ببعضها البعض، وفهم تأثير مثلا السياسات على السياسات النقدية أو المالية أو التجارية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. ف يمكن خلفية بشكل عام. في الصورة قدامكم دي يمكن أشهر اقتصاديين. ممكن في الدردشة الناس يقول لي يتعرفوا على منو في الصورة دي. منو بالنسبة لكم وش فاميليار؟ طبعا عندنا في الأعلى
على اليسار آدم سميث، هو رسمي تغريبي، وفي النص الصورة في الأعلى هو ميلتون سوري جون ماينر كينز، وعندنا اللي الشخص الثالث في الأعلى على اليمين هو ده فريدمان، وعندنا تحت على اليسار، تحت على اليسار ديفيد جوزيف ستيجليتس وجون برنانكي، وعشان الآنسات ما يزعلوا جبنا لهم أشهر اقتصادية، أول اقتصادية حازت على جائزة نوبل في الاقتصاد إيلانور أوستروم، واللي على اليمين تحت دي هي طبعا يعني أقوى شخصية في العقدين الأخيرات، يمكن كريستينا لاغارد كانت هي الشيرمان رئيسة صندوق النقد الدولي، والآن هي رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاي سي بي. دي يمكن شخصيات الاقتصاديين الكلاسيكيين والمعاصرين. الصوت طيب، أوكي هحاول أرفع الصوت. دي شخصيات الاقتصاديين المعاصرين والكلاسيكيين. طيب، عشان ندلل على انه علم الاقتصاد هو ليس علم يعني نظري واكاديمي بحت، لما نتكلم عن اقتصادي يعني مثلا اسم زي جون ماينر كينز ولا فريدمان بيتبادر لذهنك اسهاماتهم في النظريه الاقتصاديه وفي التكست بوك، فتفتكر انهم علماء كانوا بيكتبوا نظريات واسهامهم اكاديمي بحت، لكن في الحقيقه الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، مثلا نتكلم عن جون ماينر كينز. كينز كان بجانب اسهاماته النظريه كان هو يتغلب مناصب في الحكومه البريطانيه، وكان مستشار اقتصادي، واشهر اسهاماته هو كان رئيس الوفد الحكومه البريطانيه في مفاوضات بريتن وودز، اللي هي من خلالها تم انشاء صندوق النقد الدولي البنك الدولي، بل هو مهندس بريتن وودز. ميلتون فريدمان بالمقابل هو برضه كان مستشار للحكومه الامريكيه، طبعا معروف يعني احنا عارفين مقولته الشهيره انه انفليشن از اني وير اند افري وير از مونيتري فينومينا، ظاهر انه التضخم هو ظاهره نقديه، وكان عنده اسهام واضح في سياسات الاحتياط الفدرالي الامريكي في فتره الثمانينات. جوزيف ستيجلس هو الان معاصر وموجود، ويعني عنده افكار كثيره جدا بتاثر على السياسات في امريكا. جون برنانكي كان رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، وهو كان عازر الازمه الاقتصاديه الماليه 2008، وحصل على جائزه نوبل في الاقتصاد في 2022. إيلانور ستروم حصلت على جائزة نوبل في 2009، كريستين لاغارد ما متأكد، ما أفتكر هي حصلت على نوبل، لكن الباقيين كلهم في الصورة دي ما عدا سميث هم حاصلين على جائزة نوبل. فالفكرة عايز أقولها من خلال عرض الاقتصاديين ديل، أقول إنه علم الاقتصاد هو علم حي بيأثر في الواقع، والاقتصاديين دائما عندهم تأثير في الحياة بشكل كبير. طيب، أنا هعيد تاني أساميهم في الصورة الثلاثة اللي على الصورة، أول واحد آدم سميث اللي هو شكل صورة، في الوسط متوسط الصورة ده هو جون ماينر كينز البريطاني جون ماينر كينز، وعلى اليمين ده هو ميلتون فريدمان. تحت عندنا ديل هو جوزيف ستيجليتس، هو ده بروفيسور كان في فترة طويلة في جامعة MIT وعدد من الجامعات الأخرى، ستانفورد، ييل، وهارفارد، وكولومبيا، ويعتبر يعني من أشهر الاقتصاديين حاليا موجودين، هو يمكن يكون في التوب يعني. وعندنا جون برنانكي اللي هو تحت جنب السيدة إيلانور ستروم اللي هو الأصلع، ده كان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي، اللي هو يعني يعتبر رئيس او محافظ البنك المركزي، ما يعادل محافظ البنك المركزي عندنا لفتره طويله، وفي فتره الازمه الماليه عاصر الازمه الماليه، وهو حاصل على نوبل
في 2022، وسيدتين ديل هم إيلانور ستروم، هي أول حاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد، والأخيرة على الطرف دي كريستين لاغارد، هي رئيسة الصندوق النقدي الدولي لفترة طويلة، والآن هي رئيسة البنك المركزي الأوروبي. فزي ما قلت، الفكرة إنه نقول نوري إنه الاقتصاديين دائما هو علم حي وعلم فاعل، ويعني بيأثر في الحياة بشكل واضح ومباشر. طيب نمشي للشريحة اللي بعدها. طيب، نظرة عامة على مجالات العمل الاقتصادي. في 5 مجالات رئيسية نقدر نقول عليها: العمل في الحكومة كويس، أو العمل في القطاع الخاص، والعمل في البنوك القطاع المصرفي، أو العمل في القطاع المالي بشكل أوسع، يعني مقصود بإذا شركات الوساطة المالية، أو سوق الأوراق المالية، أو بنوك الاستثمار المالي. لكن بشكل عام ممكن نقدر نخط القطاع المصرفي والمالي، ممكن نخطهم اندر وان كاتيجوري. بعد ذلك عندنا البرايفت سيكتور، بعد ذلك عندنا سوري هم 6: المنظمات والمؤسسات الدولية، القطاع الخاص، والتعليم، والحكومة، والتمويل، والبنوك. طيب، في قطاع المصارف، الاقتصاديين، اول حاجه الامثله اللي هضربها للمسميات الوظيفيه او مجالات العمل دي هي امثله فقط، والا الاقتصادي في البنوك التجاريه زي ما ممكن انتم عارفين بيشتغل في اي وظيفه، بدءا من ممكن يشتغل كاشير اللي هو تيلر او صراف، وممكن يشتغل كل الوظائف الاخرى داخل المصرف، لكن انا حدي امثله بس يعني. ففي قطاع المصارف عندنا كاقتصاد يمكن تشتغل في تحليل السوق، تحليل الأسواق المالية، وتقديم توقعات وتوصيات بشأن الاتجاهات المستقبلية. ممكن برضو في إدارة المخاطر، وممكن في تقديم المشورة الاستثمارية للعملاء، ده في بنوك الاستثمار المالي. في مجال التمويل، ممكن مجالات العمل المتاحة ابرزها، او دي جزء قليل جدا، انا هنا ما قصدي الحصر، او يعني انا قصدي هنا بس امثله. في التخطيط المالي، وفي الاستثمار، توجيه الاستثمارات تحقيق اعلى عائد متاح في السوق، وفي التحليل المالي. في الحكومه طبعا بشكل اساسي عندنا السياسه النقديه والسياسه الماليه، اللي هو لما نقول السياسة النقدية بنتكلم عن البنك المركزي، ولما نقول السياسة المالية بنتكلم عن وزارة المالية، وبعد ذلك في عدد من الوزارات تسمى وزارات القطاع الاقتصادي، هنجي نتكلم عنها في السلايد الجاية. ففي الحكومة الاقتصاديين بيساهموا في وضع السياسات والعمل على تطوير وتنفيذ السياسات الاقتصادية، وتحليل الاقتصاد الكلي، دراسة المؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم، تقديم توصيات السياسة الاقتصادية، بعدها تقديم برضو المشورة فيما يتعلق بالنمو والإصلاحات الضرورية والاستقرار الاقتصادي. ما صعب جدا حصر المسميات الوظيفية في القطاع الحكومي الاقتصاديين، لكن هنتكلم عن الجهات والوزارات اللي ممكن يكون يعني المتاح للاقتصاديين العمل فيها. في مجال التعليم طبعا، ممكن الاقتصادي يشتغل في تدريس الاقتصاد كمحاضر، مساعد محاضر او بروفيسور او غيره، حسب الدرجه في السلم الوظيفي في مجال التعليم، او في البحث الاكاديمي، في ممكن تكون ريسيرشر باحث، او في الاشراف على المشاريع البحثيه، توجيه وارشاد الطلاب في تنفيذ الابحاث الاكاديميه وغيرها. في القطاع الخاص طبعا صعب جدا نحصر الأعمال، لكن ممكن نقول استشارات اقتصادية، تحليل البيانات، تطوير استراتيجية الأعمال. خلينا نقسم
المجال لداخل السودان وخارج السودان. ففي داخل السودان القطاع الحكومي طبعا أول حاجة فيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي، وزارة التجارة والصناعة، دي وزارات القطاع الاقتصادي اللي هي وزارة التجارة والصناعة، الآن أصبحت وزارة التجارة براها وزارة الصناعة براها، كل مرة مرات بيلموهم مرات يفرقوهم. عندنا وزارة الاستثمار، عندنا وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وزارة العمل والإصلاح الإداري، بعد ذلك عندنا اللي هي الهيئات، الجهاز المركزي للإحصاء ده مهم جدا جدا، سوق الخرطوم الأوراق المالية، وعندنا الآن أصبح سلطة أسواق المال اللي هي الجهة الرقابية. سوق الخرطوم الأوراق المالية هو الآن جسم تشغيلي والسلطة هي جهة رقابية. في بعد ذاك في وزارة الطاقة والتعدين، وفي مجلس التخطيط القومي. دي أبرز المجالات المتاحة للاقتصاديين في القطاع الحكومي داخل السودان. طبيعة العمل بتكون متنوعة ومتعددة، تحليل اقتصادي، السياسة المالية، السياسة النقدية، التخطيط الاستراتيجي، البحوث الاقتصادية، إدارة المشاريع. وده بيتطلب معرفة بفرعية الاقتصاد، الاقتصاد الجزئي والكلي، يعني ما كل ما هو اقتصادي كلي، في أشياء كثيرة جدا، في قرارات كثيرة جدا تأخذها مؤسسات حكومية مبنية على الاقتصاد الجزئي أيضا. بعد ذاك طبعا بتتطلب ده القدره على تحليل البيانات وتقديم التوصيات. طيب، في مجال القطاع المصرفي والمالي، انا خطيت عدد من الوظائف المتاحه للاقتصاديين في القطاع المصرفي والمالي: محلل اقتصادي ايكونوميك اناليست، وفي مختص مخاطر، محلل ائتمان، مسؤول الشؤون الماليه، مستشار استثماري، محلل بيانات ماليه، محلل أبحاث سوق، محلل استثمارات، مسؤول التخطيط المالي، ومختص الامتثال الكومبلاينس اوفيسر. أعيد وأكرر، دي نماذج غير حصرية. في القطاع الخاص يعني هي يعني أشبه بالوظائف في القطاع المالي والمصرفي، لكن في اختلافات برضو موجودة. ستيل حيكون في محلل اقتصادي، كبريات الشركات محتاجه لايكونوميك اناليست، مستشار اقتصادي، مدير استراتيجيات السوق، ممكن ما مدير طبعا، ممكن يكون يعني ممكن تكون انت فريش جرادويت تشتغل في السكشن بتاع استراتيجيات السوق، ابحاث السوق، داتا اناليست محلل البيانات، تطوير الاعمال البيزنس ديفلوبمنت، الانوفيشن مانجر، او ممكن تكون انوفيشن اوفيسر او وات ايفر، يعني ما ضروري مانجر، محلل اداء الاعمال البيزنس بيرفورم اناليست، ومدير العمليات. مجالات العمل خارج السودان طبعا برضو بتنقسم لقطاع خاص وقطاع عام. في القطاع الخاص في المالتي ناشونال كوربوريشن، الشركات المتعدده الجنسيات، وفي المؤسسات الماليه العالميه سواء كانت مصارف او بورصات او شركات وساطه ماليه او غيره. في شركات الاستشارات الاداريه، دي برضها يعني ده مجال برضه واسع، زي يعني ما في داعي لتخصيص اسماء. بعد ذلك في شركات التكنولوجيا، التك كومبانيز برضو بيشتغلوا فيها الايكونومست. عندنا في القطاع العام في الحكومات الاجنبيه، في البنوك المركزيه، في سودانيين، عدد من السودانيين بيشتغلوا في وزارات وهيئات حكوميه في بلدان اخرى، وفي ايضا عدد من السودانيين بيشتغلوا في بنوك مركزيه في بلدان اخرى. يمكن دول العالم بتختلف، في بلدان بتسمح بتسمح بانه يكون في اجانب في البنوك المركزيه، وفي بلدان ما بتسمح.
زي في السودان عندنا. طيب، مجالات العمل خارج السودان غير الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في المنظمات الدولية، ودي مهمة جدا، ودي في قسم كبير منها متاح لك العمل فيها بحكم جنسيتك، يعني أصلا بيكون مقصود ومستهدف إنه القوة العاملة للمنظمات دي تكون فيها أكبر تمثيل ممكن لدول العالم. بمعنى إنه يعني حتى في سياسة التوظيف بيتعمد إنه إذا مثلا ما في سودانيين، إذا لما يقدم سودانيين بيكون عندهم أولوية باعتبار إنه دايرين يكون في تمثيل بقدر الإمكان من كل دول العالم. وهنا بتكلم عن البنك الدولي، بتكلم عن صندوق النقد الدولي، بتكلم عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوسيد، بتكلم عن اليو إن الأمم المتحدة، وغير كثير، مثلا بنك التسويات الدولية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، يعني في منظمات كثيرة لا تحصى لا تعد، بيكون فيها في حوجة لإيكونوميست. ممكن السودانيين يعني تحصلوا الناس ما تاخد بيريا، في سودانيين خريجين فريش جرادويت اشتغلوا، أول وظيفة لهم كانت في البنك الدولي أو في الـ IMF أو غيره. فهي برضه تظل جهات مستهدفة لخريجي اقتصاد أو العلوم الإدارية من الجامعات السودانية. شايف في ناس بيقولوا في ضعف في الصوت، أنا ما أعرف إذا دي حاجة عامة ممكن في عند الناس ديل. ف واحد من الشباب ذكرني بنك التنمية الإسلامي جدة، طبعا مهم جدا، وفي صناديق عربية برضو منظم في المنظمات الدولية وفي الإقليمية طبعا، مثلا بنك التنمية الأفريقي الADB، ممكن بنك التنمية الإسلامي جدة، وفي العرب فانز، صندوق التنمية، الصندوق العربي للمال الاجتماعي، الصندوق الكويتي، الصندوق السعودي، دي كلها منظمات دولية وإقليمية متاحة العمل فيها. بعد ذاك برضو الأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث، يعني مثلا عندنا الجامعات، مراكز الأبحاث، المنظمات غير الحكومية الـ NGOs، المنظمات الإنسانية والتنموية، دي مجالات العمل. فنقدر نلخصها في نقول إنه في القطاع المصرفي والمالي، في القطاع الحكومي، في القطاع الحكومي، وفي القطاع في القطاع الأكاديمي، وفي المنظمات. فهو مجال واسع، ده ما حصر. ممكن تلقى مثلا مستشفى كبير لازم يكون فيه اقتصاديين، حتى في القطاع الصحي، في القطاع ده طبعا، ده بيدخل في البرايفت سيكتور ممكن. لكن انا بس ده انبه، لانه لما نتكلم عن الحاجات دي الناس ما يتبادر لذهنها، لانه طوال الناس اوتوماتيك بتحصر نفسها في البنوك والمصارف والقطاع المالي او القطاع الاكاديمي. انا عايز اشدد على انه المجال واسع في القطاع الخاص، في كل القطاعات، الصناعي والزراعي والصحي والخدمي. فدي مجالات العمل بشكل عام. طيب، نجي الآن للمهارات المطلوبة للاقتصادي. طيب، المهارات طبعا نوعين، عندنا مهارات كمية كويس اللي هي quantitative skills، وعندنا مهارات عندنا مهارات نوعية ومهارات كمية. المهارات كمية quantitative skills، وعندنا qualitative skills اللي هي النوعية. فلما نقول مهارات كمية بنقصد بها بشكل عام مهارات ممكن نقدر نقول عليها هارد سكيلز لو جاز التسمية، مثلا تحليل البيانات، الداتا اناليسيس، وده بيشمل استخدام برامج زي بدءا من الاكسل، والناس ما تستهون. ايوه، الان نحن طبعا يعني يكاد يكون الاكسل بقى ما مستخدم في التحليل لما يكون سوفيستيكيتد، لكن انا بعتقد هو فيري بيزك وستيل ممكن يؤدي كثير من المهام والانشطه في ستاتا، في ار ستوديو وبايثون. طبعا الترند الان هو نحو البرامج بتقوم على البروجرامينج او الكودينج لانها اكثر مرونه، زي ار ستوديو وبايثون. بعد ذاك في تحليل البيانات الكبيرة أو البيج داتا،
ده برضه هنتكلم عنه في سلايد هخصص زي البيج داتا للايكونوميست. طبعا البيج داتا، لما نقول بيج داتا كل العلوم الان هي يعني بتحتاج للبيج داتا بصوره او باخرى. فهنشوف نحن كاقتصاديين ممكن نعلم من الزاويه. طيب، فيبقى المهاره الاولى هي تحليل البيانات. المهاره الثانيه، ودي مهاره مهمه جدا بالمناسبه، ما في اقتصادي يعني ممكن يكون اقتصادي ناجح بدون ما يكون عنده مهارة تحليل البيانات. Very basic، دي مهارة أساسية جدا، عشان كده أنا خطيتها أول حاجة. المهارة الثانية هي النمذجة الاقتصادية أو الايكونوميك موديلينج، يعني تيجي في المرتبة الثانية مباشرة، وهي برضه مهمة لأنه أنت بتوظف الحقيقة، بتوظف مهارة تحليل البيانات في النمذجة الاقتصادية. والنمذجة الاقتصادية عشان تقدر تصل لأي خلاصة أو نتيجة أو ريكومنديشن، أنت لازم تكون بانيها على أرضية سوليد. فده بيكون من خلال نماذج. لما نقول من نماذج، ممكن تكون نماذج بسيطة زي مثلا التايم سيريز، ممكن تكون نماذج معقدة ستراكشرال موديلز، كويس. لكن القصد عموما إنك تجيب فيريبل متغيرات، كويس، وتشوف تفاعل المتغيرات دي مع بعضها عشان تستخلص نتائج. يكون عندك عينة، بتدرس العينة دي وبتشوف علاقة المتغيرات ببعضها، وبتطلع بنتائج من خلال النماذج الاقتصادية. فالنماذج الاقتصادية بتشمل بناء النموذج وتقييم السياسات بناء على المخرجات حقت النماذج دي. طيب، عندنا تاني دي مهارات فرعية أنا بعتبرها من تحليل البيانات والنمذجة الاقتصادية. عندنا الإحصاء والاحتمالات، وعندنا الرياضيات المالية financial mathematics. ففي الإحصاء والاحتمالات بتشمل تطبيق الأساليب الإحصائية المختلفة، ودي أنا زي ما قلت بعتبرها جزء من هي عدة الشغل لل economic modeling. وفي تقييم المخاطر برضو، ممكن نستخدم الإحصاء والاحتمالات في تقييم المخاطر من غير، يعني ما بنتكلم هنا عن بناء نماذج اقتصادية. عندنا برضو، آسف جدا، نسيت أحط السايلنت. عندنا برضو البحوث الاقتصادية الايكونوميك ريسيرش، دي برضه مهارة مهمة جدا. طيب، الايكونوميك ريسيرش والتفكير النقدي، تكلمنا عن التفكير النقدي الكريتيكال ثينكينج، تكلمنا عنه في المقدمة. بعد ذلك عندنا بقت في مهارة أنا أعتبرها دي الآن من أهم المهارات، مهارة الإفكتيف كوميونيكيشن. لانه الان نحن في زمن اصبح مع زمن الاي اي الذكاء الاصطناعي، اذا ما عندك مهاره بتاعت تحليل، يعني مثلا انت ما زول نقطه قوتك هي بناء النماذج الاقتصاديه وتحليل البيانات، الان بالذكاء الاصطناعي الويكنس دي نقطه الضعف دي ممكن تلافيها بشكل فعال. فتقريبا حيكون كل الناس متساوين، لانه اي شخص الان ممكن بمساعده الذكاء الاصطناعي، حتى من شات جي بي تي الان انت ممكن يعني تعمل شغل كانك فيري بروفيشنال، وانت تكون مثلا مهاراتك في التحليل في النمذجه الاقتصاديه تكون ما تكون ضعيفه. لكن بيجي هنا الفرق بيظهر في الفكره في الكوميونيكيشن. اول حاجه الخلاصات اللي بتصل لها من خلال التحليل، انت كيف حتقدر تستعرضها للاخرين، وكيف حتقدر تقنع وتبين علاقه المخرجات دي بالواقع. دي الان اصبحت انا اعتقد حيكون عندها ويت كبير جدا في المستقبل الاقتصادي، مفترض يركزوا عليها بشكل كبير. يعني الشخصيه بتاعت النيرد اللي هو الشخص اللي بيدفن نفسه في الكتب وشاطر وعارف الحاجات كلها، دي كانت عندها ميزتها في زمن. الآن نحن ماشيين كله مع الذكاء الاصطناعي بيتطور،
كله ما يعني السوفت سكيلز زي التواصل الفعال والنتوركينج بيبقى القيمه بتاعتها اعلى. وهنا لما اقول التواصل الفعال بتكلم عن البرزنتيشن. انت عملت بحث، عملت تحليل، عملت وات ايفر عندك رئيسك في العمل او عندك فريقك، مفترض تستعرض له النتائج اللي انت توصلت لها. تستعرضها بطريقه الناس حسب الاودينس اللي قدامك ده يقدروا يستوعبوها، وتقدر تخليها ريليفنت، تربطها بالواقع او الظاهر اللي تتكلم عنها. فدي مهاره الناس المفروض تركز عليها بشكل كبير ومهمه جدا. بعد ذلك عندنا طبعا التحليل السياسي والاقتصادي. وهنا لما نقول السياسي ما بقصد طبعا تحليل سياسي بيور، لكن بقصد يعني فيما يخص السياسات الاقتصاديه. طبعا في النهايه بتقوم بها الدوله، وبتكون في اطار او في انفايرومنت سياسيه، فبالتالي انت لازم تفهم تقدر تحلل، لانه السياسه والاقتصاد منفصله، فانت لازم تفهم العلاقه بين الاقتصاد والسياسه، ولازم تقدر تحلل السياق السياسي والاقتصادي. ده يمكن يعني دي واحدة من الحاجات اللي بتفرق بين الاقتصادي ورجل الشارع العادي. رجل الشارع العادي بيفهم الحاجات يعني حسب يعني في حدود المتاح له ومن خلال المشاهدات المباشرة، لكن الاقتصادي بيقوم بخط الظواهر وبخط الحاجات دي في السياق السياسي، في سياق السياسة الاقتصادية الموجودة، عشان يقدر يطلع بتفسيرات مختلفة من رجل الشارع العادي. فأنت لازم دي سكيل يعني ما ممكن تعلمها تاخد كورس في طبعا في كورسز بتاعت بوليتيكال اند ايكونوميك اناليسيس، لكن الطريقه الامثل لاكتسابها، وانا دي هكررها وهقول لحد النهايه وهيكون الكيس ستادي بتاعتنا يعني مطلع. لا يمكن تكون اقتصادي ناجح وانت ما مطلع بشكل مباشر على اقتصاد بلدك. يعني حتى لو هتشتغل في مكان تاني، يعني انا غايته ما الاقي اقتصادي في العالم ما عنده ارتباط مباشر بالقضايا الاقتصاديه في بلده ومتابع اشياء، لانه ده المعمل بتاعك الحي، ده المعمل، ده اللاب بتاعك الاقتصادي. يعني انت عايز تكون اقتصادي ناجح لازم تهتم بانك تفهم حاليا اقتصاد السودان وضعه شنو، المشاكل الموجوده فيه شنو، السياسات الاقتصادية اللي اتعملت خلال الفترة الأخيرة شنو؟ النجاح كان وين؟ الفشل كان وين؟ بعدين تتابع البحوث اللي اتعملت، الأوراق العلمية اللي بتنتشر فيما يخص السودان يعني. وبتكون دائما في ديسكشن، لأنه حتطور فهمك للاقتصاد من خلال فهمك لاقتصاد بلدك. الاقتصاديات بتتشابه لحد كبير. طبعا في فروقات هائلة مثلا بين الاقتصاد السوداني والاقتصاد الأمريكي. لكن كل ما أنت ازداد معرفتك بالاقتصاد وازداد علمك، كل ما هتدرك انه اوجه التشابه اكبر بكثير جدا جدا مما يعتقد الشخص العادي. يعني عندنا مقوله بنسمعها بشكل متكرر انه والله السودان ده الكلام اللي في الكتب ما بيطبق فيه، والله داخل ده كلام الكتب، وده الكلام ده طبعا يعني ناجم من عدم معرفه اول حاجه بكلام الكتب، وعدم معرفه بالواقع. لانه لما تعرف الواقع وتعرف كلام الكتب بتشوف مدى التشابه ومدى انه الواقع فيري ريليفنت للسيري للنظريه، ومش كده وبس، وانه البلدان المختلفه دي في تشابه فيها بحد كبير، وانه التحديات والمشاكل اللي بتواجهنا الليله كانت بتواجه مثلا امريكا مثلا في وقت من الاوقات، او بتواجه حاليا بلد ثاني في افريقيا، او كان بتواجه بلد في اسيا قبل 10 سنه او وات ايفر، او بتواجه الان بشكل جزئي بلد في اوروبا الشرقيه فكره انه الكلام في الكتب والكلام المطبق في بلدان تانية ما ريليفنت او ما لا يمكن انزاله في ارض الواقع في السودان، دي فكره بس ناجمه من الجهل بالكلام في النظريه وجهل بالبراكتس الموجود في العالم. فلازم تكون مطلع، اللاب بتاعك المعمل بتاعك اقتصادي هو اقتصاد بلدك، لازم تكون اب تو ديت، ولازم يكون عندك ديسكشن، لازم والديسكشن مهم مع زملائك، يكون عندك جروبس مختلفة، يكون في منصات لأنه ناس تتكلم في المواضيع الاقتصادية، بتخلي عندك حساسية تجاه القضايا الاقتصادية، ودي بعدين هتشوف تأثيرها لو اشتغلت في قطاع خاص، لو اشتغلت في التعليم، لو اشتغلت في وات ايفر،
لما يكون عندك الفهم العام لاقتصاد بلدك اللي هو نموذج لشكل اقتصاد الدولة كيف، ده بيساعدك في فهم قضايا بعدك أصغر على مستوى مايكرو أو أكبر. فالمسألة دي مهمة، حتى لو أنت ما شغال في القطاع الحكومي، حتى لو ما أنت واضع سياسة اقتصادية، ستيل هي المسألة دي بالنسبة لك مهمة جدا كاقتصادي. فأنا بشجع جدا الناس تحاول تتعرف على الاقتصاد السوداني والبنية حقته والتحديات اللي بتواجهنا فيه وغيره. الكيس ستدي بتاعنا هيكون ده هدفه. طيب عندنا تاني حل المشكلات، بروبلم سولفينج، اللي هو تطبيق النظريات الاقتصادية وتطوير الحلول الاقتصادية. عندنا إدارة المشاريع، البروجكت مانجمنت، دي بيحتاج لها كل زول تقريبا، لكن الاقتصاديين بيحتاجوا لها بشكل أكبر. وعندنا بعد ذاك الكوميرشال أويرنس أو الوعي التجاري، دي مهمة جدا جدا، لأنه في ناس يقوموا بيشتغلوا ريسيرشرز أو أكاديميين أو في القطاع العام كويس، وللأسف بيكون ما عندهم الوعي التجاري. الوعي التجاري بمعنى شنو؟ يعني مثلا عشان أبسط المسألة، مثلا تأثير قرار رفع الدولار الجمركي على التجار وقطاع الأعمال والناس في السوق، البيهيفير بتاع الناس بتتفاعل كيف مع مثلا قرار زي ده. لازم يكون عندك، ما تكون ايزوليتد، ما تكون معلق في حتة في برج عادي، لازم يكون عندك وعي تجاري. الوعي التجاري للاقتصادي مهم جدا جدا. فدي ايضا من المهارات المهمة. فنرجع تاني، نمر على المهارات بشكل سريع. فنقول تاني عندنا مهارات كمية ونوعية، تحليل البيانات الداتا اناليسيس، عندنا النمذجة الاقتصادية الايكونوميك موديلينج، عندنا الاحصاء والاحتمالات، دي نقدر نقول عليها سب كاتيجوري داخله في النمذجه الاقتصاديه، عندنا الرياضيات الماليه برضه سب كاتيجوري. فخلينا نقول تحليل البيانات والنمذجه الاقتصاديه، البحوث الاقتصاديه، بعد ذاك عندنا التفكير النقدي والتواصل الفعال، التحليل السياسي والاقتصادي، حل المشكلات، بعد ذاك اداره المشاريع والوعي التجاري. دي افتكر بشكل عام المهارات طيب الان احنا 47. طيب انا اتكلم عن البيج داتا. انا ليه خصصت البيج داتا؟ لانه صراحة في الآن ده تغيير كبير جدا في العالم. طيب زمان احنا او يعني حتى الوقت الحاضر، عشان تفهم ظاهرة اقتصادية بتعمل شنو؟ بتقوم تجيب يعني مثلا، خلينا نتكلم، انا الآن عايز اعمل دا ادرس الانفليشن داينامكس. الآن مثلا مشروعي الآن هو انفليشن داينامكس، بعرف افهم شنو اسباب التضخم في السودان كويس، وعايز اقدر اعمل فوركاستنج للتضخم في السودان. الطريقه التقليديه الان الموجوده، بقوم بمشي بجيب بيانات عن التضخم كويس لفتره ما، حسب انا مستهدف هذه الفتره، ممكن تكون 10 سنه لورا او 30 او 40. طبعا احنا عارفين كل ما كانت السلسله الزمنيه او الاوبزرفيشن المتاحه لك للنموذج، كل ما كان النتيجه ادق وافضل، مش كده؟ فمش بجيب بيانات عن التضخم وعن المتغيرات اللي انا بعتقد انها عندها تاثير على التضخم، يعني مثلا زي عرض النقود وسعر الصرف والجي دي بي، النمو الاقتصادي. بعدين بقوم بشوف بعمل موديل، بقوم بشوف المتغيرات بتتفاعل كيف، عشان اشوف اكثر متغير عنده تاثير كان على التضخم شنو. وإذا ده اتنبأ بالتضخم بكرة، مفترض عاين لياته متغيرات منها، بعمل النموذج في النهاية، ببنيه النموذج ده، بيكون بعمل له فيدنج ببيانات، بديه بيانات، بقول له والله شوف في الربع ده الآن، في الربع الحالي التضخم السابق كذا، والجي دي بي جروس في الكوارتر ده كذا، وسعر الصرف هو كذا، وعرض النقود كذا، عشان يقول لي والله التضخم هيكون في الكوارتر الجاي والبعد والبعده كذا كذا كذا.
ده بيتطلب شنو؟ البيانات المتاحة للنموذج صغيرة مهما كان، الاوبزرفيشن مهما كان قليلة تعتبر. فده بيتطلب منك ان النموذج بتاعك يكون عنده قدرة عالية جدا على انه يعني يستخلص نتائج من الكمية القليلة حقت البيانات المتاحة، ولازم يكون فيري سوفيستيكيتد، ولازم يكون معقد جدا عشان يقدر يصل لخلاصات حقيقية وجيدة. طيب الآن الكلام ده ليش الناس عاملينه؟ الناس عاملينه لأنه كان الحصول على بيانات أمر صعب، لأنك أنت ما حتقدر. ما هو الاقتصادي بيعمل شنو؟ الاقتصادي بيراقب حركة الحياة والناس، كويس؟ بيلخص حركة الحياة والناس دي في بيانات، بيدرس البيانات دي، بيقوم بيطلع ريكومنديشن أو نتائج. فجأة العلم اتطور، بقى في ديجيتاليزيشن، فجأة بقى متاح قدر كبير جدا من البيانات. طيب قدر كبير جدا من البيانات، الحاجه دي ما جديده، قديمه شويه. الجديد هو انه بقى في قدره عاليه جدا على قراءه وتحليل البيانات الكبيره والمعقده اللي هو ده البيج داتا، كويس؟ فهنا بقى الناس، طيب انا ممكن يكون عندي كميه كبيره جدا من البيانات اللي هي ما في النهايه تضخم الجي دي بي والحاجه دي عباره عن بروكسي او ممثل لحركه الحياه والناس. الان حركه الحياه والناس ممكن تراقبها بشكل مباشر اكثر، يعني ممكن تكون عندك بيانات عن الريتيل، مبيعات التجزئه بشكل يومي مثلا، بتكلم امريكا مثلا، عندك مبيعات التجزئه في كل امريكا الليله في بيرداي، استهلاك الكهرباء بيرداي، عندك انمطه بتاعت استهلاك واستثمار وبيهيفير ممكن مراقبته. عندك مثلا السوشيال ميديا بيديك ترند لشكل الاكسبكتيشن حق الناس. البيج داتا بتقوم تجيب كل الحاجات دي وتطلع منها خلاصات مفيده، يعني انت ما محتاج يكون عندك عدد قليل من الاوبزرفيشن عشان تكون فيري سوفيستيكيتد في التحليل بتاعك عشان تطلع بخلاصات صحيحه. لا، الان انت عندك قدره انك تراقب حركه الحياه بشكل اوسع، منظارك اوسع. فهي مجموعه بيانات ضخمه ومعقده يصعب معالجتها باستخدام الادوات التقليديه دي البيج داتا. أهميتها إنها بتدي قدرة على التحليل الشامل للبيانات والتنبؤ وتقييم السياسات. فهي بتتميز بالحجم الكبير والتنوع الواسع وسرعة الوصول لها ومعالجتها، وعندها مصادر مختلفة زي وسائل التواصل الاجتماعي، بيانات المالية، سجلات معاملات، في أجهزة استشعار، كويس؟ ده الان انا افتكر ده شيء جديد، لانه تقليديا احنا كاقتصاديين كنا يعني او لا زلنا بنعتمد على انه يكون في بروكسي. لما نقول بروكسي يعني ممثل لحركه الحياه والناس. الممثل ده هو شنو؟ بيانات التضخم، بيانات الجي دي بي، بيانات عرض النقود، دي كلها انا ليه بستخدمها؟ بس لانها هي دي. يعني جي دي بي مثلا هو شنو؟ جي دي بي ده عباره عن النمو في الناتج المحلي الاجمالي، يعني شنو؟ يعني كميه السلع والخدمات في الاقتصاد خلال الربع او خلال السنه زادت بقدر شنو؟ بختصرها في رقم. التضخم المستوى العام للاسعار. انها لو فكرت فيها هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن ممثل لحركه الناس والحياه، افهمك كده. طيب اذا انت بقيت عندك قدره اكبر على انك حركه الناس والحياه دي تشوفها بشكل مباشر، بدل ما تشوف تضخم اللي هو رقم واحد يمثل المستوى العام للاسعار، تقدر تشوف اسعار السلع كلها مفصله واحده 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 واحده، كل السلع والخدمات والويت بتاع، كويس؟ الجي دي بي بدل ما رقم واحد يقول لك والله انما بنسبه 2% الجي دي بي، عندك قدره انك تشوف كل القطاعات والنمو فيها خدمه وفيها سكتر، وبشكل فريكوينت، يعني بشكل ممكن يكون ديلي، ممكن يكون ويكلي، ممكن يكون مصلي. الحاجه دي اصبحت متاحه، ده لازم يكون فيه، لازم يعمل شيفت كبير. فالان ده المجال يعني واسع مع الاقتصاديين، كل المجالات الان البيج داتا بالنسبه لها بقى يعني شيء مهم. في منصتين في البيج داتا هم ما خاصين بالاقتصاد، لكن انا افتكر هم اقرب للاقتصاديين وقاعد يستخدمون الاقتصاديين الان. عندنا هادوب، وهادوب ده الاسم غريب شويه، ده قالوا كان اسم الدميه حقت واحد من المؤسسين للمنصه، طفله كان دميه اسمها هادوب،
فقاموا اختاروا الاسم بناء عليه. وفي سبارك، سبارك وهدوك ديل هم منصتين للبيج داتا. انا بنصح الناس انه يعني يتعرفوا عليهم، في كورسات متاحة كويس في وفي شهادات بتمنح يعني ممكن تكون انت بعد ذاك مثلا في شهاده اسمها سي سي اي كويس، اللي هي كلاودير سيرتيفيكيت اسوشيت، او سي سي بي كلاودير سيرتيفيكيت بروفيشنال. ديل مختصين بالبيج ديتا، واحده الاثنين حقين هدوب. انا ما لقيت الشهاده بتاعت بتاعت سبارك. طيب بعد ذاك في برضو بجانب البيج داتا في النمذجه الاقتصاديه والمحاكاه. النمذجه الاقتصاديه اللي هي بتقوم انت تحاول تقوم تجيب الظواهر دي وتخليها تتفاعل على ارض الواقع عشان ما تقدر تشوف يعني تمثيل للحياه الواقعيه انه ممكن النتائج تكون شنو. في برامج زي مثلا استاتا وماتلاب، دي برامج بتاعت محاكاة اقتصادية. وفي طبعا المؤسسات الكبيرة، يعني كان في كورسات في صندوق النقد الدولي، فأنت بتمشي في كمبيوتر ضخم بيدربوا فيه الوزراء المالية ومحافظة البنوك المركزية، فأنت بتقعد بيقوم بيدوك متغيرات اقتصادية، بيقول لك سعر الصرف كذا وكذا وكذا وكذا، بيدوك معطيات مفترض تعمل شيء، تقوم تاخذ القرار، انت بتقوم تاخذ قرار وقتي، بيكون فيها شخص قاعد بيغادر هو الاداره الماليه وانت محافظ البنك المركزي، بتقوم تاخذ القرارات سوا، بيقوم طوال الكمبيوتر بيتفاعل، بيقوم بيديك شنو طوال يقول لك طب نتيجه القرار ده حصل كده في سعر الصرف وحصل كده في التضخم وحصل كده في طوالي وقتي. بعد ذاك تاني بيقوم بيديك سلسله جيده من البيانات والمعلومات، بيقوم بتاع ذاك تاخذ قرارات اخرى. بعد ذاك بيقوم برضه بيوريك الاثر في النهاية، بتقوم بيديك تقييم، بيديك تقييم، لأنه القصد إنه شنو؟ إنه عشان لأنه الحياة واقع، الحياة دايناميك ما استاتيك، ما الكلام ما حيكون في الورق دي. الحياة لازم يكون في النمذجة هي بتدي صورة واقعية لشكل الحاجة كده، لأنه القرارات بتكون في بيئة متحركة، ما زي البحوث وزي الريسيرش وزي القراية اللي بتقراها في الجامعة. لا، لو قعدت بتطلع سياسة اقتصادية، أو خلينا من سياسة صغيرة، حتى لو بتقدم مشورة استثمارية مثلا أو بتحلل الاقتصاد في شركة كبيرة، لازم تكون متعود على إنك بتتعامل مع وضع دايناميك. طيب نحن باقي لنا 7 دقائق وحناخد بريك، لأنه نحن بدينا 7:05 و8:05، حناخد بريك 10 دقائق للصلاة إن شاء الله. طيب فانا بنصح الناس بانه في مجال البيج داتا يمشوا يشوفوا هادوب وسبارك، ويشوفوا يعملوا فيها دراسات، يعملوا فيها شهادات مهنيه لو امكن كويس. وفي ستاتا وماتلاب دي برضه مهمه جدا كويس، الزمن كويس جدا. هنخلص الجزء الاول بتاعنا زي ما خططت، وهتكون الساعة الثانية هتكلم فيها عن الكيس ستادي. فآخر حاجة عندنا ربط الواقع بالنظرية، وعندنا تحديات داخل وخارج السودان. طيب ربط الواقع بالنظرية بيبدأ بحاجات منها مثلا حاجة قاعد تعملوها انتم، ورش العمل والمحاضرات، دي حاجة مهمة جدا. انتوا في الطريق الصحيح بانكم مشاركين في ورشه زي دي. في التدريب العملي انترنشيبس، تشوف تدريب عملي في بنك، في مؤسسه حكوميه، في شركه، في قطاع خاص، مهمه جدا. في ممكن تعمل لو ما توفرت لك، ممكن تعمل حاجات بنفسك، يعني ممكن تكون تعمل كيس ستاديز، تدرس، تعمل دراسه حاله لاي شيء انت او مجموعه، والافضل يكونوا مجموعه كويس. بعد ذاك في الايكونوميك سيميوليشن، دي يعني من خلال البرامج اللي ذكرتها، استاتا وماتلاب بالذات. في بعد ذاك ممكن برضو واحده من الحاجات المهمه التدريب على تحليل البيانات.
انا افتكر ده كورس، او يعني ده تدريب، دي مهاره الان اصبحت ما الان هي اصلا مهاره مهمه جدا. ففي ناس بتخرجوا من اقتصاد بيور، في ناس بتخرجوا من اقتصاد اجتماع، في ناس بتخرجوا من سياسه بيور، فبكونوا بعيدين شويه من الحاجات الهارد حقت الايكونومتريكس والنماذج فالداتا اناليسيس تريننج مفتكر مهم، الناس لازم تشوف الحاجه دي. بعد ذاك في التعليم المستمر والشهادات المهنيه، دي برضه من الحاجات اللي بتجسر الفجوه امام الخريجين الجدد. طيب الفرص المتاحه في السودان، التحديات والفرص وتاثير الحرب على سوق العمل. طبعا نكون واقعيين، الحرب اثرت تاثير كبير جدا على سوق العمل في السودان، ويعني للاسف ده يعني كل الوقائع بتقول ان سوق العمل حينكمش في كل المجالات، يعني ما الاقتصاديين فقط. فده امر يعني مفهوم ونقدر نستوعبه. بالمقابل الفرص الدولية موجودة، وأنا لاحظت شيء غريب جدا كثير الآن بعد الحرب، ظرف الحرب، الآن الناس أصبحت مضطرة إنها تبحث عن فرص. في عدد كبير من الخريجين الجدد أو حتى الناس اللي عندهم خبرات قاعد يحصلوا على وظائف في حتات كثيرة جدا في العالم بمعدل أضعاف 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 قبل الحرب. طيب الجد شنو؟ هل تحسنت فجأة النوعية حقت الخريج السوداني أو الموظف السوداني أو الاقتصاد السوداني، خلينا نقول؟ لا، ما في حاجة تغيرت، ولا المسار التعليمي في السودان تغيرت، ولا المهارات حقت السودانية ارتقت. كل اللي حصل إنه الناس كانت ما بتنظر الفرص دي، ولا قاعد تقدم فيها، ولا قاعد تسعى لها، الآن اضطرت. وده بيعني شنو؟ إنه دائما الناس كل الفرص المتاحة تشوفها، وفرص خارج السودان كبيرة جدا. الناس ما تتهيب، ما تقول والله يا أخي نحن ما بدنا ننافس أبدا. أنا بعرف كثير جدا من الفريش جرادويت اشتغلوا في حتات كويسة جدا، في ناس خبرات اشتغلوا في أحسن حتات في العالم كويس، والمعدل ارتفع خلال فترة الحرب دي. لكن خلينا نرجع لداخل السودان. الشيء الكويس انه ربنا يوقف الحرب ان شاء الله، التاريخ بيقول انه الفترات اللي بتلي الحروب بيكون فيها نمو اقتصادي سريع جدا جدا، بيكون فيها وفرة في فرص العمل. فان شاء الله نسال ربنا انه الحرب تقيف ونرجع نعمر بلدنا. لو الحرب وقفت بكل المقاييس هنشهد ازدهار في سوق العمل للفريش جرادويت بشكل كبير جدا، وان شاء الله الاقتصاد بشكل عام بيكون فيه نمو. يعني دي ظاهرة مرتبطة اقتصاديا ما بعد الحرب، تاريخيا بيكون تشهد نمو سريع، وإن شاء الله يعني ربنا يورينا أيام يعني فيها خير للسودان و تستفيدوا منها إن شاء الله. الفرص الدولية تكلمنا عنها، منظمات وشركات متعددة الجنسيات. جيبالك في زول قال لي متعدد الجنسيات زي شنو؟ هي كل الشركات العالميه الان هي مالتي ناشونال كومبانيز، ما في يعني مثلا جوجل، ابل، مايكروسوفت، جوجل، جنرال الكتريك، تسلا، ارامكو، كل الشركات دي الان، كل الشركات الكبيره تقريبا، كل الشركات الكبيره هي مالتي ناشونال كومبانيز. فالمنظمات طبعا لا تعد ولا تحصر. وناخذ بريك الان 10 دقائق ان شاء الله، الناس ممكن تصلي فيها العشاء. بعد البريك هنقوم نتكلم عن ممكن الناس تخطها في البريك، الناس اللي حابه تسال اسئله تخطها عليه في الشات، و هكون في جوله ثانيه للكيو ان اي برضه بعد الساعه الثانيه في الكيس ستادي. هحاول قبل ما ابدا في الكيس ستادي اختار سؤال او سؤالين اجاوب عليهم، الناس تخطها في الشات. وشكرا لكم، وتفضل يا دعاء. تمام، 10 دقايق ونرجع إن شاء الله. شكرا.
الدقايق والأستاذ يكون معانا. ممكن نبدأ؟ ألو، سامعني يا دعاء؟ أنا ايوه كده تمام. تمام. طيب، في الأسئلة شايف في سؤال عن كده، سامعين يا جماعة في التعليقات؟ ممكن تقول لنا سامعين. طيب، في سؤال كان عن الاقتصاد البيئي، الاقتصاد البيئي. سؤال كويس لأنه ذكرني في حتة أنا كنت ناسيها. طبعا فروع أو تخصصات الاقتصاد، في عدد من التخصصات الفرعية للاقتصاد. طبعا أوله هو الاقتصاد الكلي، هو ده فرع يعتبر تخصص الماكرو ايكونومكس. ممكن تكون في فرع ثاني اقتصاد الجزئي، دي يمكن الحاجات الناس فاميليار بيها. في بعد ذاك في الاقتصاد الدولي، في الاقتصاد التنموي ديفلوبمنت، في الاقتصاد البيئي، في هشرح لك بشكل مختصر شديد الحاجات الرئيسية فيه. في بعد ذاك في الاقتصاد المالي، في الاقتصاد الصناعي، في الاقتصاد الزراعي، في الاقتصاد السلوكي. ده فرع جديد يعتبر. الاقتصاد السلوكي ده هو الآن يعني واحد من الفروع اللي بتشهد تطور كبير. في الاقتصاد الصحي، يمكن احنا عارفين في اقتصاد جامعة الخرطوم في مركز اقتصاد الصحة. في الاقتصاد الزراعي ذكرناه، في الاقتصاد العمالي، اقتصاد العمل. فدي كلها فروع وتخصصات ممكن يعني الناس تتخصص فيها. بالعودة للاقتصاد البيئي، طبعا هو زي ما ذكرت واحد من الفروع دي، وبيهتم بتقييم الأثر البيئي للاقتصاد ككل أو لمشروع معين يعني. كويس. بعد ذاك برضو بيشمل مثلا تزعير المواد الطبيعية، ده يمكن جزء من الاقتصاد البيئي. تحليل التكاليف والفوائد، تحليل التكاليف والفوائد بالأخذ في الاعتبار شنو الأثر البيئي. كويس. أي مشروع ضخم، سد مثلا أو مثلا محطة طاقة شمسية أو أي مشروع كبير، لازم جزء أساسي فيه هو تحليل الأثر البيئي. وده انا الصراحه لقيت في كثير من الموظفين شغالين في الحكايه، المهندسين وفي ناس من تخصصات ثانيه، لكن افتكر الاقتصاديين هو اقرب ناس للمدى. طبعا في جزء لازم يتطلب مثلا معرفه هندسيه، مثلا في جزء طبعا ما بيتطلب الا المعرفه الهندسيه. فتحليل التكاليف والفوائد مهم جدا، تصميم السياسات البيئيه، التنميه المستدامه. بعد ذاك طبعا اهم القضايا اللي بدرسها الاقتصاد البيئي، التغير المناخي كلايمت تشينج، ده الان مساله كبيره جدا. وبعد ذاك اداره النفايات، و يعني دي يمكن ابرز الانشطه. الان الكلايمت تشينج اصبح حتى البنوك المركزيه الان بقت واحده من في كثير من البنوك المركزيه وكثير من الجهات الحكوميه بتعدل المانديت بتاعها بحيث يشمل قضايا التغير المناخي. ف ده بشكل مختصر. الآن هنتكلم عن دراسة الحالة، وأنا أفتكر دراسة الحالة مهمة جدا، لأنه زي ما ذكرت في الأول، أنت اقتصادي لازم تكون مطلع وملم بقضايا الاقتصاد الكلي في بلدك. أنا بالنسبة لي أنا ما بفهم يعني زول اقتصادي واساله الليل مثلا، لو سالته كده سؤال عربي كده سريع، مثلا كم التضخم الان في السودان؟ اخر رقم موجود كم؟ افترض يكون عنده فكره حتى لو تغريبيه يعني. وفي اخر سنتين ثلاثه كان شكل الترند بتاع الانفليشن كيف؟ سعر الصرف كم او ماشي كيف؟ جي دي بي الان نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ النمو فيه سالب كم؟ اخر تقديرات اتعملت. كويس؟
اخر سياسات، اخر ريفورم، سياسه سعر الصرف الان احنا معوم ولا مدار؟ افضل شنو؟ يعني الميزانيه عندنا فيها عجز ولا لا؟ الميزان التجاري شكله كيف؟ فانا بفتكر اي اقتصادي مفترض يكون مطلع على الاشياء دي، لانه زي ما قلت ده المعمل بتاعك. انت ما حتكون اقتصادي بدون ما تكون هتطبق وحتمارس وحتتعلم كيف. ما ده ايكونومي. الان احنا الان في الاقتصاد الحديث الاقتصاد بيطبق في الدوله القطريه، كويس؟ يعني الان احنا النموذج الموجود هو نموذج الدوله القطريه. فانت المتاح امامك والمنطقي انك انت تتعرف على اقتصاد بلدك، بعد ذاك حتى لو مشيت برا، حتى لو اشتغلت في، مش اشتغلت في القطاع الحكومي، حتى لو اشتغلت في القطاع الخاص، انت عايز تكون على صله بالمهنه والفن بتاعتك. الفن بتاعك هو علم الاقتصاد. علم الاقتصاد هو شنو؟ علم الاقتصاد هو انك تخصص الموارد بشكل كفء للمجتمع. فانت لازم، يعني ما بفهم ما بفهم انت تكون اقتصادي وده الفن والمهنه بتاعتك وما تكون مهتم بالقضايا الاقتصاديه في بلدك. فليه حنقوم نتكلم عن سعر الصرف في السودان؟ وانا قصدت انه اتكلم عن سعر الصرف في السودان، لما اقول سعر الصرف في السودان اول حاجه هتتبادر لذهنك سعر الصرف الرسمي والسوق الاسود، كويس؟ انا عايز اتكلم عن الظاهره بتاع سعر الصرف في السودان وسياسه سعر الصرف الموجوده حاليا، واتبنت على اياته مفاهيم، والصح شنو من وجهه نظري طبعا. انا ما بدي عندي بمتلك الحقيقه المطلقه، لكن حسب وجهه نظري يعني الصح شنو فيما يخص سياسه سعر الصرف. وانا هنا ما امثل اي جهه، ديسكليمر مهم، انا ما امثل اي جهه، الاراء اللي بقولها بتمثلني انا شخصيا فقط. ف حابب يعني انا عايز ابرهن لك انه معرفتك البسيطه جدا اللي علمتها في الكليه هي كافية لأنك تحلل ظواهر الاقتصاد الكلي بشكل معقول. خلينا نقول أبسط حاجة بشكل معقول. أدوات التحليل اللي أنت محتاج لها تم تمليكك لها في الكلية. أي خريج اقتصاد حتى علوم إدارية لو أخذوا كورس واحد بتاع ايكونومي، البيزك تولز عندك عشان تقدر تكون على الأقل قادر أنك تعمل كونفرسيشن كويس فيما يخص ظاهرة مثلا مهمة زي سعر الصرف. دولار ليه في سوق اسود؟ ليه سعر الرسمي عامل كده؟ والتطورات التاريخيه للسعر في اخر 10 سنه مثلا مفترض يحصل شنو في المستقبل؟ ده كله انت الان قادر انك تتكلم فيه وتحلله من خلال ادوات بسيطه جدا. الاداه اللي بتكلم عنها هي منحنى العرض والطلب. افتكر في الاول محاضره في الاقتصاد بيكلموك عن منحنى العرض والطلب. طيب نبدا واحده واحده. عندنا احنا منحنى العرض والطلب اللي هو في الشارت امامكم ده، الظاهر ده هو عباره عن اللي هو المحور الرأسي هو البرايس، المحور الرأسي هو السعر، والمحور الأفقي هو الكميات، صح؟ طيب الخط الأورنج ده البرتغالي ده هو ده السبلاي، والخط البلو الأزرق ده هو الديماند. بمعنى شنو؟ طيب الكمية تحدي هنا هي مرة بتبقى كمية، ودي ملحوظة لن تركزوا فيها كلكم. لما نقول كوانتيتي تحت الكمية مقصود بها الكمية المطلوبة والكمية المعروضة، الاثنين مع بعض. طيب في سعر صفر، سوري، في ايوه في سعر صفر الكمية المعروضة بتكون صفر، كويس؟ اللي هو شايف النقطة دي، انا مع الكيرسر بتاعي ظاهر ظاهر لكم، ظاهر اللي هي اول نقطة في الخط الاورنج تحت صفر مع صفر، كويس؟ في الخط الاورنج، لما نقول في الخط الاورنج معناته في الخط البرتغالي معناته نتكلم هنا عن السبلاي او العرض. طيب في سعر صفر المعروض صفر، صح؟ لكن في سعر صفر نفسه في الخط البلو بيقابلك شنو؟ هناك في الخط الازرق 100. اذا السعر صفر 100 دي هنا باعتبارها الماكسيموم اقصى كميه، يعني اذا صفر الناس كل الكميه الديماند حيكون في الماكسيموم ات هايست، صحيح؟ طيب معلش الكيرسر، انا بحرك الكيرسر، هو شايفين الكيرسر بتاعي بس معلش تاني زول ياكد لي عشان بس
استخدمه في الشرح لو ظاهر في الرساله في الشات تقولين ظاهر دعاء ظاهر الكرسر انا مستخدمه ظاهر في عندك أيوة ظاهر ظاهر. تمام اوكي تمام طيب ففي النقطه صفر هنا الكميه المعروضه صفر ما في زول راغب يبيع في صفر اما في سعر صفر كل الناس عايزه في صفر فدي النقطتين دي اول حاجه طيب في سعر 200 اللي هو ده على سعر الكميه المعروضه سوري في ايوه في سعر 200 الكميه المعروضه كل الناس عايزه تبيع في سعر 200 لاحظ هنا الكميه المعروضه 100 اللي هي اقصى كميه معروضه في سعر 200 اما في سعر 200 الكميه المطلوبه صفر ما في دول داير في سعر 200 طيب بنمشي شويه ديل الاكستريم طيب اللي هو شفنا اقل سعر واعلى سعر في اقل سعر الديماند شكله شنو والسبلاي شكله شنو وفي اعلى سعر الديماند شكله شنو والسبلاي شكله شنو بحتاج بتمشي كل ما السعر طلع من صفر ل 25 الكميه المعروضه زادت والكميه المطلوبه حصل لها شنو نقصت من 100 جات ل 80 والكميه المعروضه من صفر جات ل 20 وهكذا بنمشي ثاني شويه ل 75 الكميه المعروضه بتزيد كل ما زاد السعر كل ما زاد الكميه المعروضه كل ما زاد العرض عشان كده الخط ده عشان كده يا جماعه بيمثل العلاقه الطرديه بين السعر والكميه المعروضه هنا العكس كل ما زاد السعر كل ما قل الطلب عشان كده بتتناقص لحد ما يجينا النقطة اللي فيها في سعر سحري كويس اللي هو 100 ده فيه الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة الكلام اللي شرحته انا ده فيري بيزك لحد الان ما عنده يعني اغلى سعر الصرف افتكر بالنسبه لكل الناس الحاجه دي واضحه ومفهومه لو في زول عنده ما واضحه ما تخجل لو في زول عنده استشكال في فهم لانه ده فهم الشارت ده اساسي جدا عشان الظاهره كلها نشرحها انا هشرح كل الظاهره بمحاور عرض والطلب فاذا في زول عنده استشكال في الشارت ده يكتب في التعليقات ما في حرج في المساله دي كويس السعر التوازني ده نقطه التوازن 100 دي فيها النقطة دي بتلاقوا فيها سعر التوازن والكمية التوازنية. السعر التوازني هو 100 والكمية التوازنية 50. كويس؟ دي اسمها الكوليبريم برايس والكوليبريم كوانتيتي. دي فيها في سعر 100 الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة. طيب دي النقطة فيها بيلتغي العرض والطلب. دي النقطة اللي بيتكلم عنها آدم سميث لما قال اليد الخفية، اليد الخفية او الانفيزيبل هاند هي آلية ميكانيزم بتخلي العرض والطلب ديل يعني في آلية بتقود السعر لما السعر يكون عالي الكمية المعروضة بتزيد كويس ولما بعد ذاك بيقوم الكمية المطلوبة بتكون أقل بيقوموا يتحركوا لحد ما السعر يصل السعر فيه الاثنين يتلاقوا الحاجة اللي بتحصل كيف ما في زول فاهم عشان كده سماها اليد الخفية آليات السوق بنفسها بتفرز سعر توازني وكمية توازنية هي بتفرز سعر توازن الكمية دي مسألة ثانية لكن اللي احنا بنشوفه انه في سعر اي سلعة الان كيلو الطماطم الليلة ب 2 جنيه الخلال 2 جنيه شو في تلقاه في كل المحلات الا بعد ده في محل ثاني العرض مثلا اقل او كده ممكن يكون يعني مختلف لكن خلينا نقول مثلا في نفس المدينة في نفس السوق كل الناس دي بتكون في سعر للسلعة السعر ده بتاع الطماطم او بتاع الجوافه او بتاع الحليب او بتاع الادوات المكتبيه او اي سلعه ما ده في عرض وطلب اشتغلوا لما جه السعر التوازن ده كويس وفي دي في مقوله ظريفه الناس بتقول انه يعني الكلام اللي قاله ادم سميث هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اكثر من 1400 سنه لانه قال في وقت ما لو كان في المدينه حصل غلاء فقام الناس جل الرسول قال له يا رسول الله سعر لنا فقال لهم المسعر الله رفض انه يعمل لا سعر مسعر الله ادم سميث في واحده من كتاباته وقال سمى الانفيزيبل هاند قال يد الله ذا هاند اوف جاد سماه يد الله فهو تقدر تشوف التطابق بين المسعر الله ويد الله الاثنين بيوصفوا هنا انه في ميكانيزم في آلية خفية بتخلي العرض والطلب يلتقوا بحيث انه يكون في سعر توازن
هنا في حاجه مهمه لازم نعرف. هنا بنفترض في افتراضات عشان يحصل التوازن ده، لازم في حاجات تكون موجوده. اول حاجه ما في احتكار، والمعلومه متوفره للناس اللي هو بيسميها شروط المنافسه التامه. كويس، الجميع هو متلقي للسعر، ما في زول صانع للسعر. Everybody is a price taker، ما في زول price maker. كويس، طيب الان التشارت ده بيتكلم عنه، ده هنا بيتكلم عن سعر الصرف. تخيل معاي هنا بيتكلم عن سعر صرف الدولار. الان التشارت اللي قدامك ممكن يكون لاي سلعه، اي سلعه بما فيها النقد الاجنبي، بما فيها الدولار. كويس، فلما نقول سعر الصرف هو شنو؟ هو قيمه عمله اجنبيه بعمله محليه. خلينا نفترض انه بسعر الصرف في السودان بنقصد سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي. فهي السلعه المباعه والمشتراه هي الدولار الامريكي في السوق السوداني. كويس؟ المية دي الان لو قلت لكم المية دي السعر التوازن الان للدولار كم؟ دايركم تكتبوا لي في الشات. الان اليات العرض والطلب افرزت سعر صرف كم او سعر توازن كم؟ وهل نحن عندنا في سوق فيه عرض وطلب للدولار بيفرز سعر توازني، سعر صرف توازني ولا لا في السودان؟ كويس؟ طيب طبعا في الإجابة نعم، السعر التوازني هو موجود، لكن السؤال هو هو السعر الموجود في البنك الآن في بنك الخرطوم وبنك فيصل وبنك أمدرمان والبنوك التجارية، ولا السعر اللي عندنا السوق الأسود أو يعني عندنا الآن في فرق، صح ولا ما صح؟ الآن السعر ما واحد، في ديفرنس بين الاثنين. فلما نقول سعر التوازن اللي حددته آريات العرض والطلب هو يا السعر فيهم وهو كما الآن. كويس، في التعليقات الشباب قالوا لي هو تجار سعر قريب من السوق الأسود. هو سعر السوق الأسود، هو سعر التوازن هو سعر السوق الأسود. كويس، احنا في الاقتصاد بنسميه سعر الموازي، وهنشوف بس كلمة موازي جات من وين. برر بنسميه برر أو موازي أو السوق الأسود، هو ده سعر التوازن. فعندنا عرض وطلب افرزوا سعر توازني، بدل 100 دي خدت لي 1800 تقريبا الان في السعر في السوق الاسود 1800. كويس، طيب ده الان انت من خلال منحنى العرض والطلب قدرت تفهم ليه في 1800، ليه الدولار سال في 1800؟ لانه في عرض وطلب التغوا افرزوا سعر التوازني. طيب جميل جدا، سعر البنك ده جاي من وين؟ سعر البنك بتاع البنك التجاري او بتاع ال او بتاع ال بنك السودان بيجي من وين؟ ده بنسميه الاوفيشال ريت، السعر الرسمي. السعر بتاع السوق الاسود يا جماعه اسمه السوق الموازي او السوق الاسود، لكن بشكل رسمي بنستخدم تسميه السوق الموازي، ما بنقول السوق الاسود، بنقول السوق الموازي. كويس، طيب جه من وين؟ عرفنا ده جاي من العرض والطلب. السعر بتاع بنك السودان والبنوك التجارية جاي من وين أو بيجي من وين بشكل عام؟ يعني إذا هم نفس السعر، إذا ما لكن في سعرين، طيب ليه في سعرين؟ طيب الرسمة الثانية دي هتورينا. طيب الآن في الرسمة دي أنا دخلت حاجة أيوه، في الرسمة دي هنا دخلت خط ثاني 50، لو شايفينه معي هنا 50 سعر التوازن 100. الرسمه دي نفس الرسمه اللي فاتت، ما في شيء تغير فيها، عندنا كميه توازنيه وعندنا سعر توازني، بس ظهر لي سعر ثاني. شايفين الخط الاحمر ده؟ الخط ده بالظبط 50 ده، لو رسمت لي هنا سهم هنا في الاخر وهنا سهم، ده حيكونوا خطين شنو؟ متوازيين صح؟ ده وده خطين متوازيين، عشان كده اسمه السوق الموازي، كده بنسميه البارلل ماركت. كويس، سعر 50 ده خلينا نقول هو ال 1600 حقت البنك الان، يعني في وقت من الاوقات كان السوق مثلا السوق الاسود مثلا 600 وسعر البنك 400، وكان في السوق الاسود 250 سعر البنك 150، في وقت من الاوقات السوق الاسود 40 سعر البنك 18، وهكذا. دائما الملاحظه بيطلعوا بها شنو؟ يا دوب فيهم اعلى، سعر البنك اعلى ولا سعر السوق الاسود؟ طيب طبعا افتكر كلكم اجابتكم هتكون موحده انه السعر الاعلى هو سعر
السوق الموازي، صح؟ او السوق الاسود. طيب، لانه السعر بتاع الحكومه اقل من سعر السوق الموازي، فده بنسميه سيلينج برايس. طيب مبدئيا السعر ده اسمه سعر، في التعليقات في زول قال بيجي من كميه الدولار الموجوده وكده. لا، ده احنا بنسميه بنسميه السعر اداري. انا فوق مسمي السلايد دي سعر الصرف الرسمي او الاداري، كويس. السلايد اللي قبلها ها ده اسمه سعر الصرف التوازن، ده الاكوليبريم برايس، كويس. وده سعر الصرف الاداري. عندي سعرين، السعرين دول متوازيين، عشان كده ده الاوفيشال ريت. التحت ده ال 50 هي الاوفيشال ريت، والفوق ده سعر التوازن هو البارلل ريت، كويس. طيب، هل دائما الاوفيشال ريت اقل من البارلل ريت؟ هنشوف الكلام ده. ما دائما. اول حاجه المانجيريال برايس ما في سعر الصرف بس، الدوله ممكن تعمل سعر اداري في كل الاسواق، في سعر الصرف وفي اسواق ثانيه. وهديكم مثال لسعر اداري بتخطه الدوله بيكون المره دي اعلى من سعر التوازن، كويس. الان خلينا نتكلم عن الـ عن الـ عن سعر اداري فرضته الدوله اقل من سعر التوازن، اللي هو 1600 وده 1800 مثلا. والرقمين دول ممكن تستبدلهم باي رقم، لو رجعت بالسنين اللي ورا دائما هتلقى فيه رقمين التوازني اعلى من الرسمي في شكل خط مستطيل، عشان كده بيقول السوق الموازي والسوق الاسود. طيب، لما انت تقوم تعمل سعر اداري، الكلام ده بيخلي التقاطع بين السعر والكميه، هنا الكميه المطلوبه كانت 50، صح؟ الكميه المطلوبه تتحدد بناء على شنو؟ بناء على النقطه اللي بتقاطع فيها السعر مع الكميه المطلوبه 50. طيب، هنا السعر مع الكميه المطلوبه تتقاطع وين؟ تتقاطع في نقطه ثانيه اللي هي كم؟ 75. ما في 70 وما في 50، في 75. كده بقت الكميه المطلوبه، ما هو اذا تغير السعر تغير الكميه المطلوبه. الكميه المطلوبه بقت شنو؟ اتغيرت، بقت 75، لانه في سعر 1800 الطلب 50 مليون دولار. في سعر 1600 لا، في ناس عندهم، في اكثر ناس اكثر عندهم قدره على انهم يشتروا، فالطلب بيبقى، او نفس الناس دي قروش هتسمح لهم بانهم يشتروا. المهم الضمان، سواء انه نيو كامرز او نفس البلايرز، لكن الان بسبب السعر الادنى بقى عندهم قدره، قوه شرائيه اكبر انهم يشتروا كميه اكبر من الدولار، فبيبقى شنو؟ بتنشا عليه الفجوه دي. ركزوا معي في الفجوه يا جماعه، لو في اي زول استشكل عليه واي حاجه من الحاجات دي، بالله يعني طوالي في الكومنتات يقول. ف بتظهر لنا حاجه اسمها ديماند جاب او الاكسس ديماند، كويس. الفجوه بتاعت الطلب دي جات من وين؟ باللحمه المظلله بالاحمر دي. السعر في سعر توازني 100، الكميه المطلوبه 50. في سعر اداري 50 اللي هو حق البنك المركزي، بس الكميه المطلوبه هتزيد، كويس. طيب، الفجوه حقت الطلب دي، الفجوه دي هي هتظل غائمه ما لم يحصل شنو؟ ما لم، لو انا عايز السوقين ده للطابق، مفترض اعمل شنو؟ حل بسيط جدا، اقوم ابيع دولار اغطي الفجوه دي، اوفر 25 مليون دولار ابيع في السوق. لو وفرت 25 مليون دولار هيحصل شنو تفتكروا؟ طوال السعر التوازن من 100 هينزل ل 50، وهيصبح السعر الاداري ال 50 بدلا من مانجيريال برايس هيصبح نيو اكويليبريم برايس. الخلاب يتحول لاكويليبريم برايس شنو؟ استخدامي لاليات العرض والطلب عن طريق بيع الدولار. عشان كده بتسمع البنك المركزي اول ما تحصل السعر يرتفع، فانا بسمع شنو؟ البنك المركزي عمل مزادات، البنك المركزي ضخ دولار، ليه؟ كل ده محاولة لامتصاص فجوة الطلب اللي نشأت نتيجة وجود سعر إداري أقل من السعر التوازني. السعر الإداري لما يكون أقل من السعر التوازني عندنا له تسمية بنسميه سيلينج برايس، سقف. سيلينج برايس، كويس؟ طيب، الكلام ده كان يحصل على الاستمرار من 2002 لحد 2010. سعر الدولار في السودان كان ثابت لمدة 8 سنوات تقريبا، ما فيه تغيير، في حدود، او يعني يتدرج بسيط من 2 ل 2.5، من 2 ل 2.5، وبيكون ثابت، يتحكم فيه البنك المركزي بشكل تام، ما في اي زيادة في الدولار. طيب، الفترة دي كان فيها شنو؟ كان فيها البنك المركزي والحكومة عندها عوائد من النقد الاجنبي من النفط، بتمكنه من انه يعمل انجكشن او انه يبيع دولار عشان يغطي فجوة الطلب
عشان دائما يقدر عنده قدره انه يحول السعر الاداري لسعر توازني او سعر سوق، كويس. فانت كحكومه عندك قدره انك تفرض اي سعر دايره اقل او اعلى، خلينا نتكلم مثلا في اقل، ممكن تفرض سعر اقل من سعر التوازن بشرط. ما هو الشرط؟ القدره على تلبيه الطلب الزائد، لانك لما تعمل سعر اداري اقل بينشئ طلب زائد، عندك قدره انك تضخ دولار تبيع لان الطلب الزائد ده، سعرك انت هيمشي والسوق هيقول لك حاضر سعرك هو سعر سوقه. اما اذا ما عندك فقدت الاليه، وده حصل بعد 2012 بعد 2011 بعد ما فقدنا النفط بعد انفصال الجنوب، بقى ما في قدره على انه يتم تلبيه الطلب الزائد ده ونبيع دولارات، فالسعر الاداري بقى ما بيتحول لسعر توازني او سعر سوق، فبقى الفجوه موجوده، بقى في برا الماركت في سوق اسود في سوق رسمي. ليه؟ لانه في فجوه الطلب. طيب الخالق فجوه الطلب منه؟ خالق فجوه الطلب هو السعر المانجيريال برايس الما مدعوم باليات السوق، او باليات السوق اللي نتكلم عنها شنو؟ العرض والطلب. انت بتعمل سعر اداري لكن ما بتعرض، فبالتالي حيكون في سعرين. طيب الطلب مقصود بيهم منو بالضبط؟ الطلب اللي بيشتروا يا جماعه الدولار النمبر واحد المستوردين، كويس. اكبر طلب للنقد الاجنبي المستوردين. يعني عندنا للاسف الشديد، نبدا بالاغذيه، عندك زيوت، عندك سكر، مئات الالاف من الاطنان تصل لاكثر من مليون، 1.2 مليون طن سكر قاعد سنويا، عندك رز، عندك دقيق، دقيق هو اكبر بند في الاغذيه، قمح، عندك قمح وعندك سكر وعندك زيوت وعندك مواد غذائية متعددة، عندك سلع رأسمالية سيارات وماكينات وكده وكده ومصانع وغيره، عندك خدمات، عندك ناس مسافرين وعندك غيره. ده الطلب، طلب على نقد. وعندك طلب حكومي، حكومة عندها سداد قروض، كويس، عندها استيراد، الحكومة نفسها عندها استيراد، في استيراد حكومي، عندها مؤتمرات وورش وسفر ونسريات، كويس. لكن طبعا طلب القطاع الحكومي ضئيل جدا مقارنة بطلب القطاع الخاص، يعني الطلب الأكبر هو طلب القطاع الخاص المتمثل في السلع والخدمات. ده الطلب يا جماعة. العرض بيجي من وين؟ والله سؤال ممتاز صراحة، يعني بشجعكم تسألوا الأسئلة حتى لو شفتها يعني أساسية. الطلب ده الطلب، العرض، العرض بيجي من وين؟ العرض بيجي من مصدرين أساسيين. الدولار بيجي في السودان من وين؟ الصادر، حصائل الصادر، انت لما تصدر زرعه سودانيه بيدوك دولار. المصدر الثاني المهم جدا وكبير جدا، تحويلات المغتربين، كويس. فده العرض والطلب في السودان، فهو مقصود به هو افراد ومؤسسات، افراد ومؤسسات، لكن الاكبر هو الشركات طبعا، المستوردين، شركات المستوردين. شفت الاكل والشراب، اي حاجه مستورده في البقاله بتشوفها او في السوق او في المغالق او في غيره، جابه فرد، جابه شركه، ده الطلب، ده الديماند، ده الديماند بتاعك او الدوله. العرض بيجي من مصدرين زي ما قلت، من حصائل الصادر ومن تحويلات المغتربين. طيب الان السعر الاداري غير ملبى، فبالتالي ده الوضع اللي احنا فيه حاليا، فبالتالي الفجوه موجوده. طيب السياسه، سعر الصرف، عندنا احنا ثلاثة أو أربعة خيارات رئيسية لإدارة السياسة. خلينا نبسط، في حاجة في سعر الصرف، نقول ثلاثة، خلينا نتكلم عن ثلاثة سياسة سعر صرف رئيسية. يا إما تعمل سياسة سعر الصرف الثابت، فيكست ثابت، زي منو؟ زي السعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت ودول الخليج العربي كلها. 1 دولار أمريكي يساوي 3 ريال و75 هللة، 1 دولار أمريكي يساوي 3 درهم و67 فلس، 1 دولار أمريكي يساوي 3 ريال قطري و68 هللة، وهكذا. دي من السبعينات، دولار بيساوي 1 دولار بيساوي 3.75 ريال ل 40 سنة ما تغير. دي بيسموها سياسة سعر الصرف الثابت، كويس. ودي ما نخش في تفاصيل، يعني البلدان بتختار سعر الصرف اللي بتناسب وضعها الاقتصادي وشكل الاقتصاد عامل كيف.
السياسة الثانية في الفلوت، فيكس سالد فلوت حر، يعني في ذاك البنك المركزي السعودي بيقول 1 ريال يساوي كذا. في بلدان ثانية سعر الصرف كم؟ البنك المركزي ما عنده علاقة به، ولا بيسأل منه ولا اهتمام أصلاً، ولا من الأجندة بتاعته. زي شنو؟ زي أمريكا، الدولار الأمريكي فلوت معوم حر، اليورو فلوت، الين الياباني فلوت، الدولار الكندي فلوت، الفرنك السويسري فلوت، فلوت يعني معوم يعني حر، الدولار الأسترالي معوم، الدولار النيوزيلندي فلوت، الكوريا فلوت، الروبية الهندية فلوت. طيب يعني معاه بتكلم عن شنو؟ أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، يعني الاقتصادات الرئيسية في العالم، سياسة سعر الصرف المتبعة فيها سياسة سعر الصرف الحر، يعني السعر بيحدد السوق. كويس؟ طيب في حاجة ان بتوين، حاجة في النص بين الحر وبين الفيكست، في حاجة اسمها المعوم المدار، بيسموه الماني فلوت. معوم مدار بمعنى انه شنو؟ بمعنى انه هو ما حر كويس، وفي نفس الوقت ما فيكست. يعني البنك المركزي بيقوم براغب سعر الصرف، بيكون عنده يعني نطاق مستهدف كويس، وبيقوم بيتدخل عشان يتأكد انه السعر في الرينج اللي هو محدده. وده كانت سياسة سعر الصرف في السودان لحد سنة 2021 مارس، ومرت بفترتين، فترة كانت فيها ناجحة جدا من 2002 لحد 2011، من 2011 لحد 2021، 10 سنة 10 سنة. في العشر سنة دي سعر الصرف كان البنك المركزي بيقول داير 2.5 وهو وبيبقى 2.5. في الفترة الثانية سعر البنك المركزي بيقول داير 12 بيبقى 20. بعد فترة البنك المركزي بيقوم بيعمل ديفالويشن، بيخفض السعر ثاني يبقى 40، يقول داير 40 يبقى 90، ثاني يعمل تخفيض، ثاني يقول داير 90 يبقى، وهكذا. يعني في فجوة واضحة بين السوقين وطوالي في تدهور لقيمة سعر الصرف. دي متابعين كنا سياسة الماني فلوت. طيب النوع الثالث معوم مدار. معوم مدار يعني عندنا ثابت وعندنا معوم. ثابت ثابت واضحة، معوم يعني حر بدون تدخل، معوم مدار في النص كويس. الحصل كان عندنا سياسه متابعين في السودان سياسه المعوم المدار. الاكزامبل اللي شايفينه ده المثال قدامنا في الرسمه دي، وجود سعر موازي وسوق اسود بسبب فجوه الطلب، دي الحاله اللي احنا فيها من 2011 لحد 2021، واختفت لفتره بسيطه وللاسف الان رجعت بسبب تداعيات الحرب كويس. انتقلنا من المعوم المدار لسعر الصرف الحر في مارس 2021 كجزء من الايكونوميك ريفورم، من الاصلاح الاقتصادي في البلد، تم تعويم سعر الصرف. بمعنى شفت السعر ده 50 دي مسحناها ازلناها. لو رجعت اصل منشورات بنك السودان هتلقوه من مارس 21 بيقول كالاتي: اول حاجه انا ما عندي سعر، ما بيعلن سعر يومي، حتى في الموقع بتاع اصل لو رجعت للموقع هتلقاه بطل ينشر السعر في الموقع، في الويب سايت العادي بطل. وهتلقاه كان في عنده باند زمان بيقول سعري كذا، وفي باند يعني مدى، ممكن تكون اقل من السعر ده ب 3% وتكون اعلى منه اعلى منه ب 3%. دي ما في اي بنك تجاري حر كويس. الكلام ده من مارس 2021. ده بيعني شنو؟ ده بيعني عمليا ان انا مسحت السعر ده، مسحته خلاص، بقى في سعر واحد، رجعنا للسعر التوازن. التعويم هو عباره عن بيظهر لي في الواقع في شكل كديفالويشن، تخفيض. نحن مرينا ب يعني الناس تسمع في السودان يقول لك هو بيعوموا كم مره. الناس بيخلطوا بين التعويم والتخفيض في ديفالويشن وفول روتيشن. الحصل في 2016 وفي 2018 وحصل كذا مره، ده كله كان عباره عن ديفالويشن، اللي هو بيكون في فجوه البنك المركزي بيسدها بشكل مؤقت، لكن ما بيكون عوام، بس بيقوم شنو بيخفض يعني بيرفع سعره بحيث انه يكون نفس سعر السوق، ثاني السوق بيتحرك، ثاني بيقوم بيلحقه، كل مره ديفالويشن ديفالويشن ديفالويشن. الفلوتيشن بيعني انك
مش ما 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 يكون عندك سعر اصلا مغير بالبنوك عشان تلحقه، يكون السعر السوق فري، يزيد زي ما يزيد. وده اللي حصل في مارس 21. طيب اللي حصل بعد ذاك شنو؟ حصل استقرار في سعر الصرف لفتره، وحتى يعني لمده تقريبا عام كان السعر فيه مستقر. وحنشرح ليه يعني اللي حصل الاستقرار ده ونرجع تاني. من قبلها انا عشان اوقع لكم المفهوم بتاع فجوه الطلب والسعر الموازي الجديد، اديكم مثال لسعر اداري اخر. السوق اللي بتكلم عنه هنا ما سوق سعر الصرف. في حاجه اسمها للناس من القضارف ومن الولايات الزراعيه بيعرفوها، في حاجه اسمها سعر التركيز. سعر التركيز هو سعر بتعلنه الحكومه ل السلع الزراعيه بالذات الذره. خلينا نقول الذره. طيب ما هو سعر التركيز؟ سعر التركيز هو سعر عاده اعلى من السعر حق السوق. في موسم الحصاد بيكون الانتاج غزير جدا وكبير جدا، احنا عارفين بآليات العرض والطلب السعر بينقص. فمثلا ممكن جوال الذره ينزل في موسم الحصاد ل 80 مثلا، يكون ده اقل من التكلفه بتاعته، والمزارع هيخسر وتاني ما هيزرع، وانت كدوله عندك الامن الغذائي مهم. فبيقوم الدوله ممثله في وزاره الزراعه والبنك الزراعي عندهم حاجه اسمها اداره المخزون الاستراتيجي. مره كانت تابعه للبنك الزراعي، مره كانت ما تابعه. المهم في اداره حكوميه اسمها المخزون الاستراتيجي، مسؤوليه انها تبني مخزون استراتيجي للدوله من الحبوب الغذاء. بيقوم المخزون الاستراتيجي بيقول لي يا جماعه سعر الذره 200 ما 80. طيب في الحاله خلينا نرجع للمثال. السوق سعر التوازن 100 حسب العرض والطلب، لانه المعروض كبير سعر بقى 100. قام جه المخزون الاستراتيجي قال لا سعر الذره 150، ده سعر اداري اسمه سعر التركيز. اي سعر اداري اعلى من السعر التوازني بنسميه فلور برايس. شوف العكس، فلور يعني ارضيه مش سيلينج يعني سقف. اللي بيكون اعلى هو الفلور، واللي بيكون تحت هو السيلينج. فال 150 من ناحيه اقتصاديه انا بدون ما اعرف، لو عينت الشارت زي كده طوال بقول لك اه ده في سعر توازني وفي سعر في مانجيريال برايس، سعر اداري. السعر الاداري ده هو فلور برايس، هو اعلى من السعر التوازني، والدوله هي هنا خلقت سعر اداري وهتظهر لها المره دي فجوه. لكن هل تفتكروا فجوه طلب؟ لا، فجوه عرض. لانه في سعر 100 الكميه المعروضه 50 دي، اما في سعر 150 سعر اعلى في 75 الكميه المعروضه حتكون 25، في قدر اكبر في 25 الف شوال ذره جديده معروضه. طيب الدوله لو المخزون الاستراتيجي لو حيفتح المخازن حقته ويقول انا ب 150 اللي بيجيب لي شوال بشتري منه، طوالي السعر بتاعه هيتحول لسعر توازن جديد، والسعر ده فيو بيطلع السعر ده طوالي هيطلع وهينطبق مع السعر ده. السعر هيكون في سعر توازن جديد هنا، هيكون في سعر توازن جديد هنا في 150. سعر التوازن الجديد هيكون 150 والعرض والطلب هيلتقوا هنا. فهيحصل شنو؟ هيحصل شيفت لمنحنى الطلب هيجي هنا ده. كويس؟ طيب الحاجة بتوريك شنو؟ إنه في حال تم التدخل بجهة من جهة قبل جهة إدارية هي الحكومة أو الدولة وفرضت سعر إداري كويس؟ مانجيريال برايس أعلى أو أقل من السعر التوازني، فسينشأ عنه فجوتين، إذا أقل فجوة في الطلب وإذا أعلى فجوة في العرض. وإذا تمكنت الدولة من سد فجوة الطلب أو فجوة العرض سيتحول السعر الإداري لسعر سوق أو سعر توازن جديد. كويس؟ الفكرة دي واضحة. الآن نرجع لسعر الصرف. طيب في سؤال قال الفائده من التعويم يمشي، ده سؤال مهم جدا.
لما تفرض سعر اداري انت بتخلق فجوه بتاع الطلب وانت ما قادر تسدها. فاذا انت قادر تسد الفجوه دي اوكي انت ممكن تحدد السعر اللي انت دايره كدوله، لكن هل اقتصاديا وجهه نظر اقتصاديه هل هيلثي انه الدوله تحدد سعر اداري لسعر الصرف؟ الاجابه لا. طبعا ما بنقول انه الدوله في دول مثلا زي امريكا وزي الاقتصادات الرئيسيه الايكونومي الاستراكشر حقته مختلفه سترونج انف انه يتحمل الفلكشويشن وصناعه حق سعر الصرف، وفي هيدجينج ميكانيزم والشركات تعمل هيدجينج وغيره. في اقتصاديات زي البلدان النامية قدرتها أقل على تحمل تقلبات سعر الصرف، وبالتالي بتلقى إنه البنوك المركزية والحكومات بتميل أكثر لأنه يكون عندها نوع من السيطرة على سعر الصرف. لكن لما نقول السيطرة دي مسألة نسبية. كل ما أنت تركت عوامل العرض والطلب هي اللي تفرز السعر كل ما كان أفضل، وتتدخل أنت عشان بس شنو؟ عشان تقلل التقلبات الحاده، وعشان تحيد اثر السبيكليشن او المضاربات. لكن تخلي السعر دائما يعكس الايكونوميك فاندمنتال او الاساسيات الاقتصاديه الموجوده حق في البلد. ف لما يكون عندك سعر صرف عملتك الوطنيه مقيمه باعلى من قيمتها، عندي اشوف الزمن عشان ما اكون سرحتها. طيب كويس، نحن الان 45 دقيقة، عندنا ربع ساعة تانية بعدها هندي كيو ان ايه. فنحن لما نقول سعر طيب ده بيقودنا لسؤال جوهري اكثر في العقيدة. انا كبنكي مركزي لما نتكلم عن سعر الصرف هدفي فيه شنو؟ هل داير عملتي تكون قوية؟ هل قوة العملة الوطنية يعني مثلا 1 جنيه لو بيجي يساوي 1 دولار، هل ده مؤشر اقتصادي جيد؟ يعني هل انا هدفي انه قدر ما لقيت عملية تكون اقوى؟ في الحقيقة ابدا. كويس؟ وقيمة العملة القيمة المطلقة يعني كم جنيه يساوي كم دولار ما عنده ما بتعكس. يعني مثلا اديك مثال، الان 1 دولار امريكي ب 120 140 ين ياباني مثلا، 140 تقريبا افتكر كده الان في 140 ين ياباني. طيب 1 دولار امريكي ب 8 ب 46 جنيه مصري، وما اعرف ممكن يكون ب 20 و30 بير اثيوبي. هل ده بيعني انه الاقتصاد المصري والاقتصاد الاثيوبي اقوى من الاقتصاد الياباني؟ ديفنتلي لا. فالقيمه المطلقه عملتك قيمتها المطلقه كم؟ ده ابدا ما عند. يعني لو قلت لي مثلا البلد الفلانيه الدولار يساوي عملتها كذا، هل انا كاقتصادي بستخلص اي نتيجه عن طبيعه اقتصاد البلد دي؟ المعلومه دي ما عندها اي قيمه، ما عندها قيمه، القيمه المطلقه ما عندها قيمه. طيب المهم شنو؟ المهم عشان كده تلقى في البنك المركزي لما يتكلم عن سعر الصرف ما بيقول تقويه العمله الوطنيه، بيقول تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، ما يكون في تقلبات. انا هدفي انه يكون سعر الصرف يكون ما متقلب، يكون ثابت، او لو ما ثابت بيتغير بنمط بطيء يمكن توقعه. ليه؟ عشان الناس الفاعلين في الاقتصاد سواء مستهلكين او مستثمرين يقدروا يخططوا. يعني تخيل انك انت مستثمر او مصدر بتشتري السمسم، بتشتري السمسم بسعر، لما تلحق تصدر وتجي بيكون الجنيه مثلا اتغير قيمته. هو الان لانه طالع طوالي ما عنده مشكله، بيشتري الشوال ب 1000 والدولار ب 1000 مثلا في الوقت ده. لما مشى صدر قام جاب باع الشوال ده ب 1000 دولار، لما جه لقى ال 1000 دولار بتعادل 1200. كويس؟ اللي بيحصل شنو؟ شوال سمسم برضه حيبقى 1200. يلا بعد ذاك ممكن ما يكون 1200، ممكن يبقى 1100 بس مثلا، او ممكن يبقى 1300. او فهمت علي؟ فهو شنو؟ لما يكون سعر الصرف متغير زائد او ناقص او بيزيد وبينقص بيزيد وبينقص في فلوكشويشن، الامر ده بيخلي ما في قدره على التخطيط ولا في قدره على انك تعمل اي نوع من الاستثمار. كويس؟ استثمار سواء خارجي او حتى داخلي. دي الحاجه اللي بتخلي البنوك المركزيه عايزه تثبت سعر تخلي سعر الصرف ما تثبته، تخليه مستقر.
تثبت وتخليه مستقر، ده كلمتين مختلفتين. الحاجه الثانيه، سعر الصرف عنده تاثير مباشر على حاجتين مهمات جدا جدا. الحاجه الاولى على التضخم، كويس، لانه سعر الصرف لما يزيد التضخم بيزيد، صح؟ ده بيجينا من تضخم مستورد، عارفين نادي. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا جدا، بيأثر على التنافسيه. التنافسيه ودي معظم الناس الغير اقتصاديين ما بيكونوا ملمين بها ولا عارفينها ولا شايفين اهميتها. سعر الصرف لما يتدهور، هل في فائده؟ هل في فائده انه عملتنا تبقى اضعف؟ ايوه، في حاجه اسمها الميزه النسبيه، الميزه النسبيه والميزه التنافسيه، كويس، الكومبريتيف ادفانتج. كل ما كان عملتك الوطنيه اضعف، كل ما كانت ميزتك التنافسيه اقوى. يعني انت مثلا بتصدر سمسم، انت ما الدوله الوحيده المتاجره للسمسم في العالم، واي معظم صادراتنا احنا ما انت بتنافس في سوق. الان انا امريكي، السمسم السوداني ب 10 دولار، والتنزاني بكذا، والصيني بكذا، والكمبودي بكذا. كل ما كان عملتك الوطنيه اقل، كل ما كان سلعتك بقت ارخص بالنسبه للمستورد، فبالتالي هيكون الطلب عليه اعلى. والعكس، كل ما قيمه عملتك الوطنيه قوت، كل ما كانت صادراتك بقت غاليه، وبيدي ما بتنافس في الاسواق العالميه. كويس؟ فانت فانت بتزعل لانه يعني في كثير من البلدان، مثلا الصين، بس تسمع بحرب العملات، لما تسمع حرب العملات بين الحرب التجارية، بيسموها حرب العملات بين أمريكا والصين. الحرب ما دايرة حول إنه الصين بتكافح إنها تقوي عملتها، العكس، الصين بتضعف عملتها، ودول العالم بتحتاج تقول لها أنت مقوي عملتك بأقل من قيمتها عشان تعمل لنا إغراق دامبينج، عشان السلعة تكون رخيصة وما في زول يقدر ينافس معاها في العالم. البعد ده لازم تحطه في حساباتك اقتصاد لما تتكلم عن سعر الصرف. في سؤال قال المنع شنو تثبيت الدولار؟ انا ما داري اثبت الدولار، بيثبته في بلدان عندها اقتصاد قائم على السلع الاستخراجيه زي النفط، وعندك يعني لفتره طويله انت بتخاف انه العمله المحليه بتاعتك تقوى. السعوديه والخليج كله مثبت عملته لانه عنده صادرات نفط كبيره، لو ما ثبت السعر الريال كل سنه عن سنه هيبقى اقوى واقوى واقوى واقوى، هيبقى شنو؟ هيبقى الميزه النسبيه. فالسبب الرئيسي للتثبيت الاقتصاديات اللي عندها عاده عندها اقتصاد قائم على نشاط استخراجي، عاده نفط او نحاس او غيره، كويس، يعني عندها سلعه بتصدرها بتجيب لها عوائد عاليه من النقد الاجنبي، فبيقوم بتثبت سعر الصرف عشان تمنع انه العمله يحصل لها ابريشيشن مستمر. كويس، فما كان في هدف اصلا بتاع، يعني الهدف استقرار، وكان في فتره النفط كان عندنا استقرار. الان ليه ما في استقرار في سعر الصرف؟ لانه في فجوه بين العرض والطلب. نحن بنستورد اكثر ما بنصدر، ده على مستوى الميزان التجاري، وعندنا تدفق. طبعا يا جماعه، الميزان التجاري ما هو يعني المفهوم الاشمل او الاوسع، بنتكلم عن البالانس اوف بيمنت او ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات بيشمل الميزان التجاري، وبيشمل ميزان التجاري وميزان الخدمات، بيشمل ميزان التدفقات الرأسمالية، كويس، وبيشمل الكرنت اكاونت. فكمية الدولارات الداخل البلد بشكل عام، كمية الدولارات الطالعة منها، ما في فجوة، يعني احنا عندنا حوجة اننا نستورد سلع اكثر مما بنصدر للتبسيط. طالما في الفجوة دي، طالما هيكون في تدهور في قيمة سعر الصرف. طيب، الفجوة دي لما تكون موجودة، الفرق شنو؟ طبعا الفجوة هتكون موجودة لو في سعر إداري، لو ما في سعر إداري. الفجوة بتاعت أقصد الفجوة بين الانفلوز والاوتفلوز، التدفقات الداخلة والخارجية. طيب، الفرق إنه لما يكون في سعر إداري، لما يكون في سعر اداري وفي سعر في سعر سوق، انه السعر الاداري بيخلق طلب اضافي بشكل عبء. ف اللي حصل في الفتره الاخيره، فتره الحكومه الانتقاليه، حصل فلوتيشن، وهو دي مساله ما جديده، بمعنى انه
كل الاقتصاديين كانوا بيتكلموا عنها تقريبا، كل الناس شايفين انها صح، لكن طبعا لانه ده قرار ما بياخده البنك المركزي براو، ده قرار حتى لما اخذوه في 21 ده قرار كان جزء من ايكونوميك ريفورم شامل، حزمه شامله، لانه مرتبط، لانه عنده تاثيرات سياسيه، بيزيد التضخم عنده، لازم يكون جزء البنك المركزي. ده قرار يعني بيتقاطع مع اشياء اخرى كثيره جدا، فلازم يكون قرار تاخذه الحكومه كلها مجتمع عمل البنك المركزي. فلما حصل، لكن البنك المركزي حاول في 2018 لو بتتذكروا، كان في حاجه اسمها سياسه الصدمه، هي كانت نفس الشيء، كانت هي التعويم، لكن الظرف السياسي ما كان مناسب وتم ايقاف المزاد من جهات سياسيه اعلى. اللي حصل في 21 كان المناخ السياسي ملائم اكثر، وكان في دعم خارجي، اترفعت يدعم سعر الصرف ويدعم، انا ما اقدر اخش في ده، اظل في النقطه بتاعت سعر الصرف، وترفع السبسيدي، وحصلت فتره من الاستغراق في سعر الصرف لحد ما بعد ذاك حصلت ظروف اب نورمال، يعني انستابيليتي سياسيه وغيره، كان رجعت التدهور. على اي حال من الاحوال، المقصد انا هنا ما اتكلم عن سعر الصرف واشرح لكم اللي حاصل في السودان بقدر ما اوضح لكم حاجه مهمه جدا. الان انت من خلال المنحنى بتاع العرض والطلب اللي انت اوريدي فاهمه، قادر تفهم ليه في سوق اسود، ليه في سعر رسمي، كيف لما اعمل فلوتيشن بعمل شنو، بزيل السعر الاداري، لما نتدخل لما يكون عندي مانج فلوت كيف بيكون المانج فلوت. ف الكيس استضي هنا يا جماعه هدفه انه يديك يعزز ثقتك في انه ما تمتلكه من ادوات حق التحليل من الدراسه حقتك في الجامعه عندها قدره على انها تحلل ظواهر اقتصاديه كبيره في البلد، واي ظاهره انت شايفها عندها في اساس نظري في الكتب. ما في حاجه اسمها كلام الكتب، الحاصل في السودان ده كلام الكتب ما اعرفه. اي حاجه حاصله، اي ظاهره اقتصاديه انت شايفها هي 100% عند في ديسكفرد، تم تغطيتها. السلوك البشري واحد، احنا بندرس في الاقتصاد بيقول لك المستهلك رشيد او اناني يزعل لتعظيم منفعته. المستهلك رشيد واناني في السودان، ومستهلك رشيد واناني في ذا ريست اوف ذا وورلد. فما في حاجه اسمها ان احنا الحاصل عندنا فريد، بس انت بتكون ما عارف الحاجه. لما تقول، لما تسمع زول بيقول لك كلام الكتب، انت بس كلام الكتب ما عارف، في كلام في حته ما في كلام الكتب ده ما مر عليك. اي ظاهره اقتصاديه انت بتشوفها في theoretical framework، في اساس نظري حللها وتناولها وعنده تولز ليها. لما نقول اي ضغط للتضخيم والمبالغه، all the time في روم الظواهر الاقتصاديه قاعده تتغير وقاعده تتجدد في روم، لانه صار حاجه جديده النظريه مغطياها، الناس بتبحث فيها، نتيجه البحوث دي النظريه الاقتصاديه ذاتها ما حيه، ما ديت، ما ميته، الناس بتتكلم عنها، بتتناولها، بتبحث، بتعمل كتب، بتعمل ريسيرش، بتعمل غيره، ده ذاته بيبقى جزء من الاطار النظري. وهكذا اي شخص هنا عنده قدره على انه يضيف للليتريتشر، يضيف للادبيات الموجوده، ويعمل اضافه حقيقيه للنظريه الاقتصاديه، نحن ما محتاجين ان نكون اول ذا تايم مطلقين، لانه ممكن تنشا ظواهر يعني حتى لو هي مغطاه، بشكل جزئي او بشكل مثلا مختلف، لانه مثلا في اختلاف في الظاهره. لكن بشكل عام تاكد تماما الاساسيات البيزك لاي ظاهره اقتصاديه حولك موجوده في النظريه الاقتصاديه، انت محتاج تمشي تقراها وتعرفها. ده نمره واحد. نمره اثنين، ما تعلمته في الجامعه عنده استخدامات وعنده تشابهات وتطابق مع الواقع اكبر من الصوره اللي انت متخيلها. واخيرا انا هفتح الان الباب للكيو ان اي. عايز اقول حاجه مهمه قلتها في اول المحاضره وقلتها في الوسط وحاكررها هسه، اقتصادي او خريج علوم اداريه مهتم بالشان الاقتصادي، ده مجالك، المعمل الحي ليك هو اقتصاد بلدك. سافرت اشتغلت في محل ثاني، انا غايت كل الاقتصاديين اللي بعرفهم في بلدان العالم المختلفه، حتى المشوا شرقوا وغربوا وطلعوا من بلدانهم، لازم تظل على صله باقتصاد بلدك، ما لها اسباب وطنيه، لانه ده الميك سنس. انت في نادر داير معمل، داير لاب كويس، يعني تكون متابعه وكده. وطبعا في الجوانب الوطنيه، انت نحن عايزين
طبعا احنا عايزين خريجين اقتصاد في السودان وخريجين علوم اداريه يعني يعمقوا معرفتهم بالاقتصاد السوداني ويقدموا فيه حلول. وفجأة كده بدل ما تدرس الظواهر الاقتصاديه في بلد ثاني، ادرس الظواهر الاقتصاديه في بلدك. وما بقول حصريا، بالعكس كلنا، انا حاليا انا مثلا شخصيا مهتم جدا، براقب السوق المالي الامريكي، براقب كل التطورات في العالم متابعه وكده. لكن يظل محور الاهتمام الاساسي بتاعنا ومدخلنا لفهم الظواهر الاقتصاديه وجهدنا البحثي حول الاقتصاد السوداني. واي اقتصادي فريش جرادويت انا ما فاتشي، ممكن تكون تخرجت من اقتصاد، معلوماتك الاقتصاديه شايفها ضعيفه، حتى ادوات التحليل عندك بسيطه، ده وضع نورمال جدا جدا جدا، ما فات اي شيء. انت يا دوفي بدايه حياتك كويس، ابدا طوالي اتملك ادوات التحليل الاساسيه كويس، استخدم التقنيات الجديده، شوف البيج داتا، شوف الاي اي، شات جي بي تي. ما اقتصادي ولا مهندس ولا دكتور، ما في زول في العالم الان يعني بيقدر يستغنى عن الاي اي. بيوفر جهد، بيوفر زمن، بيشرح مفاهيم بشكل مفصل بشكل جيد، بيساعدك في حتى اي استفسار. هو اسمه شات جي بي تي، دردشه، اي استفسار، اي حاجه عندك في راسك افتحه واقعد دردش معه فيها، بيفيدك جدا. فالنصيحه الاساسيه ما فات شيء لو خرجت من اقتصاد وحاسس نفسك كلمه اقتصاد بتنطبق عليك، بمعنى انك ما عندك فهم عميق للاقتصاد، ما تبتئس. ابدا كويس، اتعرف على الاقتصاد السوداني، اقرا عنه كويس، اعرف كل الظواهر، والاهم تابع الاخبار والديفلوبمنت والتطورات اللي فيه. خليك في ديسكشن دائما مع الناس، اتكلم عن الاقتصاد المستجدات. خليك مهني، بمعنى انت كاقتصادي لازم تكون مهني، ما متحيز، ما متحيز، بمعنى انه حتى طبعا يستحسن ما يكون انت كاقتصادي، يستحسن ما يكون عندك انتماء سياسي، لكن حتى لو عندك انتماء سياسي ده ما عيب، لازم تفصل بين الانتماء والهوى السياسي والوقائع الموجوده امامك. لما تتناول اي ظاهره او اي حاجه اصلا ما تاخذ في حساباتك منو متخذ القرار، او يا حكومه او يا فتره، دي مفترض بالنسبه لك دي كلها مرتبطه باول حاجه شرحتها اللي هي اسمها التفكير النقدي. لازم تكون موضوعي، لازم يكون التحليل بتاعك موضوعي، ما تاثر عليك اي اهواء، لازم تكون موضوعي في تناولك لاي ظاهره اقتصاديه. ابعد تماما، انسى تماما انت منتمي يا تو مجموعه او بتفضل يا تو جماعه، ده كلها لو انت وقعت في الفخ ده انت سقطت اقتصادي واصبح ما عندك اي قيمه. يعني اصبح زي ما بقول في كوت يعني مشهور جدا، انا دائما قاعد استخدمه في كتاباتي في الفيسبوك، في كود بيقول الطيب صالح في موسم الهجرة للشمال. فبيقول رجل الاقتصاد ليس سياسة. لحظة انا اجيب لكم الكود عشان اقوله زي ما هو. ما معلش هاخد بس 10 ثواني بس ما اكثر منها. ايوه، فالطيب صالح بيقول رجل الاقتصاد ليس كاتبا كشارلز ديكنز ولا سياسيا كروزفلت، انه اداه، اله لا قيمه له بدون الحقائق والارقام والاحصائيات. اقصى ما يستطيع ان يفعله هو ان يحدد العلاقه بين حقيقه واخرى، بين رقم واخر. اما ان تجعل الارقام تقول شيئا دون اخر فذلك شان الحكام ورجال السياسه. ده كوت في رواية الموسيقى الهجرة للشمال طيب صالح بيقوله. فأفتكر قيم جدا لأي اقتصادي. أنا هنا خلصت، ممكن أشوف الأسئلة. طيب ممكن يا دعاء تفضلي، لو أنت محضرة أسئلة من الجمهور أو كذا، أو عندك كومنت أو تعقيب. أنا تقريبا خلصت العرض بتاعي. دعاء شكرا يا أستاذ على النقاش السري ده. في أسئلة أنا جمعت اللي بتشابه منا. ايوه طيب في آلة أمير بتقول ممكن تقترح لنا المنصات اللي بتناقش الاقتصاد السوداني؟
وفي رميساء برضو بتقول عايزة كتب بتتكلم عن الاقتصاد السياسي للسودان أو التاريخ الاقتصادي للسودان. نتكلم عن تاريخ الاقتصاد. طيب كويس. انا بالنسبه للمنصات، في طبعا في السوشيال ميديا في جروبات حقت مهتمين كثيره، منها الجروب اللي منظم الفعاليه دي السودانيز ريسيرشر، كويس. وفي منابر متعدده غالبا في السوشيال ميديا، وفي ناس يعني عند في ناس بيكونوا في البيجز حقتهم الخاصه بيناقشوا وكده، وفي فورمال، في منابر فورمال شويه، كويس. وفي جماعات، في مجموعات بحثيه، ما بقدر يعني اروج لحاجه معينه، لكن وانس انك بقيت مهتم بالاقتصاد السوداني هتبدا، مثلا الميديا هتبدا، فانت تحضر في التلفزيون، في نشرة الاخبار، في غيره، اي خبر بيتكلم عن الاقتصاد تجيب فيه. في السوشيال ميديا الصفحات المتابعة حتتابع صفحات عندها محتوى من النوع ده، كويس. لما تيجي تقرأ كتب هتقرأ كتب بهذا تيجي تعمل صداقات ودسكشن، حتى في الصداقات لما تدخلهم خريج اقتصاد شوف الناس اللي في دفعتك وكده، الناس اللي بيميلوا لانهم يناقشوا القضايا الاقتصاد وكده، خلي افتحوا قنوات، اعملوا جروبات، اعملوا غيره. ف انا ما بقدر ادي ريكومنديشن لمنصه معينه او بلاتفورم بعينها، لكن بشكل عام انت تاخذ قرار استراتيجي انك انت you want to know more about الوضع الاقتصادي في السودان، وعايز تعرف الهيستوري at least في اخر 20 سنه. انا افتكر الفتره يعني قبل سنه 2000 بقى irrelevant صراحه، فتره التسعينات والله مع انها برضه فتره مهمه الان، بقينا في كثير من وجوه الشبه، لكن خلينا نقول من سنه 2000 لحد من سنه 2000 ل 2022، دي فترة انت لو فهمتها بتكون فهمت قدر كبير جدا من الحاصل. لو دخلت معاها الفترة من منتصف التسعينات، يعني لو قلنا من منتصف التسعينات لحد الليلة، الفترة دي اي مادة تحصل عليها تقراها عنها اقراها، اقرا من مصادر مختلفة، كويس. ابدا ابحث في الـ في الـ في اسف ابدا ابحث في الـ في الـ في الانترنت، بتلقى ريسيرش كثيرة جدا. أهم مصدر الآن متاح للبحث شات جي بي تي. شات جي بي تي ميزته شنو؟ عنده فرق كبير جدا من جوجل، اللي هو أنت تقول له الموضوع بيجيب لك، تقول له مثلا داير ليتريتشر ريفيو عن الموضوع الفلاني، يجيب لك كل الدراسات اللي اتعملت، الأشخاص اللي عملوها، اسم الدراسة وكاتبها منو وأوتلاين لها. بعدك أنت ممكن تناقشه، ممكن تقول له مثلا طيب الدراسة دي ابرز الحاجات اللي فيها شنو، قال فيها شنو رايك كده، وهو بيجاوبك. او ممكن تشيل الاسامي وتمشي تبحث، تمشي تنزل العمليات داونلود او غيره تفتش. السؤال الثاني قلت شنو يا دعاء؟ معلش، كان الو دعاء. لا بس يا هو الكتب الاقتصادية والمنصات للنقاش الاقتصاد السوداني، اوكي طيب، كان في سؤال؟ لكن ممكن ننتقل للأسئلة اللي بعدها. اوكي طيب بخيت بيقول تحويلات المغتربين في السودان ما بتتم عبر البنوك الحكومية أو الرسمية، الحاجة دي عندها أثر على الاقتصاد حق البلد؟ كويس جدا، ده سؤال افتكر مهم جدا. طيب يا جماعه عشان نكون واضحين، في لما نقول انا قبل ارسلت لكم سعر التوازن، لما نتكلم عن العرض والطلب في السوق الرسمي اللي هو سوق البنوك رسمي اوفيشال، يعني جنوب يعني البنوك والصرافات، صح؟ ده سوق بنسميه السوق الرسمي، اللي هو بتمشي الكاونتر بتاع البنك تبيع تفكر عنده دولار، او تمشي كمستورد تمشي البنك تشتري منه دولار عشان تستورد. وفي تجار العمله بتديه دولار بتديك جنيه، بتديه جنيه بتديك دولار، كويس. طيب هل في سيجريجيشن؟ هل في فصل حاد بين السوقين دي؟ هل الدولار اللي بيجي عبر السوق ده جزء من العرض، والدولار اللي بيجي عبر السوق الثاني ده ما جزء من العرض؟ يعني هل دولار بي، انا طبعا كنت بتكلم بصفتي الشخصيه كباحث اقتصادي، انا ما ممثل اي جهه. في حقيقه الامر العرض هو العرض والطلب هو الطلب. يعني اذا في 10 مليون دولار اتباعت في السوق الاسود، اتباعت بيع في زول جاء عرض 10 مليون دولار، هل الدولار ما حينزل؟ حينزل.
البنك المركزي باع 10 مليون دولار، عمل اوكشن باع 10 مليون دولار. هل الدولار ما حينزل؟ حينزل. نشأ طلب، الحكومة طلبت 10 مليون دولار. السعر ما هيرتفع؟ حيرتفع. نشأ طلب في السوق الموازي ل 10 مليون دولار. فاللي عايز اقوله لما نتكلم كاقتصاديين نقول ديماند سبلاي، عندنا سلعة اسمها الدولار. عندنا الشارت ده، عندنا سبلاي اند ديماند. سبلاي اند ديماند ما عندي شارتين، ما عندي حاجة اسمها سبلاي اند ديماند في الاوفيشال وسبلاي اند ديماند في البارلل. البارلل يعني الموازي او السوق الاسود، ما عندي. تيز وان ماركت. ف زول لو نحول دولار عبر السوق الاسود بالتاكيد عنده اثر اقتصادي ايجابي. ما نقدر نقول القروش اللي بيرجع عبر السوق الاسود ده ما عنده اثر اقتصادي او تحويلات المغتربين دي لانها بتيجي السوق الاسود الاقتصاد مستفيد منها، ده كلام بيكون غير صحيح. طيب لكن هل طيب معناتها بنشجع احنا بنقول الناس ما تحول عبر لا، اللي بنقول احنا انا نمبر 1 الحاجه اللي بقولها صراحه عشان نكون واقعيين، انت من الاول ليه في سوقين؟ ما هو ده الكلام بيجينا، ليه في سوقين؟ ليه اصلا في خيارين؟ انت ليه عامل سعر اداري؟ عامل لك سعر وما عندك قدره انك تسد الفجوه بتاعت الطلب. النصيحه الاقتصاديه انك فلوت، يعني انت خلي السعر ده عويم السعر عشان تكون البنوك سعر البنك وسعر السوق واحد كويس، والناس تحول بالبنك عشان ما تمشي لا تمشي تحول بالسوق. ده عشان نعالج الظاهره من اساسها. بعد ده ممكن نتكلم عن انه طبعا انا ما بشوف الامثل والافضل انه كل الترانسفير تيجي عبر القنوات الرسميه لاسباب كثيره حتى غير اقتصاديه، هي اقتصاديه في النهايه. مثلا الانشطه غير الشرعيه والاجراميه كويس، الاستاتستيك كويس، تمويل الارهاب غيره. انا ما في دوله محترمه عايزه الفلو بتاع النقد الاجنبي يكون عبر قنوات غير مراقبه وغير منظمه. اول حاجه عشان تعمل كونسيومر بروتكشن ذات، انا بالنسبه لي طبعا بدعو لانه يكون كل الترانسفير تجي عبر القنوات الرسميه عشان تكون اول حاجه سليمه، ما فيها تمويل لانشطه غير قانونيه، تكون ما في حمايه للمستهلك، وتكون استاتستيكالي يعني مرصوده. لكن لو سالتيني كاقتصادي، هل المبالغ، هل تحويلات المغتربين الجايه عبر السوق الاسود ما عندها اثر اقتصادي؟ بقول لك لا، عندها اثر اقتصادي وبتاثر في سعر الصرف بشكل ايجابي. ديفنتلي يعني ما اقدر اقول لك غير كده يعني. ممكن لي سؤال بعده؟ الو دعاء، انا ما سامع، في مشكلة في الصوت ولا؟ طيب سارة بتقول الفترة فاتت كيف أثرت العقوبات الاقتصادية على سعر الصرف؟ اها طيب سؤال. طيب هل السؤال عن مدى تأثير العقوبات على سعر الصرف؟ طيب وطبعا السانكشن، العقوبات الاقتصاديه طبعا عندها تاثير لكن مش على سعر الصرف، عندها تاثير على مجمل النشاط الاقتصادي. يعني انت عشان تصدر وتستورد محتاج لقنوات، مش قنوات مصرفيه كويس. العقوبات اكبر اثر لها، اوضح اثر لها، انه بيخليك يعني في صعوبه في التعامل مع الغنوات الماليه. البنوك الأجنبية والبنوك في كل دول العالم ما بتتعامل معك كبنك سوداني وبالتالي كمصدر سوداني. فدي طبعا بالتأكيد بتضعف النشاط الاقتصادي وبتأثر على حصائل الصادر. لكن طيب العقوبات علينا من سنة 97 كويس، واترفعت في سنة 20. هل من سنة 97 لسنة 20 ما كنا قادرين على نصدر؟ طبعا لو كنا قاعدين نصدر وكاننا على، يعني في النهايه العقوبات هي ما حتقدر تخدنا في بيت زجاج يعني. يعني في النهايه الناس بتتصرف، وهي العقوبات على عمله الدولار، الناس بتتعامل بعملات اخرى كويس، بتتعامل باليورو، بتتعامل بالدرهم، بتتعامل باليوان.
كويس صح، ما في تعاون، ما في علاقه تجاريه مباشره مع امريكا، ما في صادرات او واردات استثناء وحيد هو الصبغ العربي، لكن في النهايه الخلاصه انه كان عندنا صادرات وكان عندنا واردات يعني خلال العقوبات الاقتصاديه. طيب لما اترفعت، هل طبعا المفروض يكون عندها تاثير ايجابي كبير زي ما قلت، انا ما بنفي انه عنده، هي ما عندها اثر اقتصادي، لكن انا داير اخوض الناس في صوره انه هي ما، يعني لما نقول عقوبات اقتصاديه ما معناتها كتفت منعك من الحركه نهائيا، ستيل انت قادر تتعامل مع العالم. لما يرفع العقوبات بالتاكيد ده بيعني انه الاف دي اي او الاستثمارات المباشره بتكون اكبر، الفرص التجاريه بتكون اوسع كويس، لكن للاسف رفع العقوبات الاخيره ما جانا ثماره، بمعنى انه ما تحول لشنو، لانه تعاملاتنا المصرفيه مثلا شبكتنا حق المراسلين توسعت او سهلت او كده. طبعا جات الحرب برضه بعد ذاك اثرت، لكن عموما رفع العقوبات اثاره بتجي عبر سنين عدده، يعني ما هو زير بتدوسه كده بتوقف وبتدوسه كده وترجع تشغل. المساله بتحتاج زمن وبناء صيغه واعاده العلاقات، بتحصل على مدى بطيء يعني للأسف، يعني ما اترجمت بشكل اقتصادي، يعني قصر الزمن من رفع العقوبات وليه الوضع بعد ذاك دخلت في البلد. في سؤال ثاني يا دعاء؟ طيب آخر سؤالين بخصوص الشهادات عموما، شنو الشهادات اللي بتساعد ايوه في مجال اوكي الاقتصاد، اوكي بس وهل في فرق بين ايوه السؤال الثاني شنو؟ اوكي في فرق بين الاستاتستيك والإيكونومتريكس؟ طيب كويس. طيب هو طبعا طبعا في فرق بين الاستاتستيك والاكونومتكس. الاستاتستيك هو علم عام، علم الاقتصاد علم عام، في استاتستيك في المجال الصحي، في استاتستيك في كل المجالات. الاستاتستيك هو الاستاتستيك، يعني الاكونومتكس هو ده بيتكلم عن يعني استخدام مزيج من الادوات الاحصائيه والرياضيه في بناء نماذج اقتصاديه عشان نفهم الظواهر الاقتصاديه ونحللها ونطلع منها بخلاصات. ففي في فرق طبعا بالتاكيد بين الاكونومتكس والاستاتستيك. السؤال بتاع الشهادات المهنيه، طبعا معظم الشهادات المهنيه انا قاعد احس انه صراحه خريج الاقتصاد واقعين تحت ضغط بتاع موضوع الشهادات المهنيه ده، لان هي ترندي ولانه صراحه عندها تاثير، عندها تاثير كبير على سوق العمل. يعني الشهادات المهنيه مهمه جدا وعندها تاثير، ف ناس المحاسبه في كميه كبيره من الشهادات المهنيه خاصه بالمحاسبين كويس، تبدا معارف بالسي سي اي، معارف السي ام اي، عارف الاف ام اي، ام الاف ام اي، اف اف ام اي، يعني بتلقى عندك مسميات يعني عديدة جدا في المحاسبة، والمحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية والمحاسبة التكاليف و و و كويس. في ما في شهادة مهنية اسمها مثلا اقتصادي، يعني شهادة مهنية للاقتصاديين بالنيم، لكن في شهادات في مجالات يعني انا بعتبر الحوش واحد، كل المجال بتاع الفاينانس، اي حاجه في الفاينانس انت كاقتصادي ممكن تعمل فيها. فانا غايته برشح السي اف اي للاقتصاديين، السي اف اي مهمه جدا لسوق العمل، يعني لانك انت يعني دائما الاقتصاد الاقتصاد والماليه يعني بيكونوا الاقتصاديين بيشتغلوا في الفاينانشال ماركتس. انا شخصيا مثلا عملت سيرتيفيكيت دبلومه عالي في جورج واشنطن في الكابيتال ماركتس، فالبورصات وشركات الوساطه الماليه والبنوك كلها يعني السي اف اي بتفتح لك اكسس لمجالات كبيره. ف ماي فيرست ريكومنديشن هيكون السي اف اي طبعا بالتاكيد كويس. بعد ذلك في حاجه ثانيه انا الناس تركز عليها يا جماعه، في حاجه اسمها الاسلاميك فاينانس، تمويل الاسلامي. طيب الاسلاميك فاينانس، نحن في السودان عندنا كل النظام المصرفي اسلامي، الحاجه دي معروفه لكل العالم كويس، فالناس بيقوم بعاينوا لنا في السودان كاكسبرت في المجال.
مجرد انك انت سوداني، مجرد ما انك انت دي ميزه نسبيه، انك انت جاي من الاقتصاد السوداني اللي هو كل الايكونومي فيه اسلاميك فاينانس، بالتالي الناس دي عندهم خبره اكتر وكده. فانا بنصح خاصه السوق عشان تمشي تشتغل برا، استغل الميزات النسبيه حقتني في الموضوع ده. الناس بيربطوا بين اسمك كسوداني كبلد وبين الاسلاميك فاينانس، بيلضون ذات. فانا بنصح الناس تقوم تعمل شهادات مهنيه في الاسلاميك فاينانس. في كم شهاده انا ما ادري احد، في شهاده اسمها سيما، ما انا ما اعرف هسه متاحه ولا لا، هو في فقه ولا شنو كده، في 4 5 شهادات. انا ممكن يا دعاء ممكن اعمل ريفرنس للحاجات دي في الـ اديكم ليها، او ممكن في الـ اديكم ليها تنشروها في الصفحه او غيره، او ترسلها بما فيها الصوص الثانيه طلبوها تمام، ما في مشكلة. كويس. فالشهاده المهنيه بنصح بانك تعمل شهاده في الاسلاميك فاينانس، بتزيد فرصه في سوق العمل، لانك بتبني على فكره عند الناس يعني في الخارج وكده. ثاني الشهاده المهنيه الثانيه متعلقه بالحاجات الجديده، البيج داتا. بنصح انه الناس تشوفها، تشوف سبارك، وتشوف تشوف المنصه الشهاده المهنيه حقت البيج داتا دي. افتكر بتكون ميزه نسبيه، لانه يعني معظم الناس القديمه ما عندها او لسه ما مطلعه على المجال. في سؤال بيسأل عن الماجستير، لو ممكن اجاوبه. الماجستير شايف كل خريج اقتصاد بيفضلوا يعملوا ام بي اي. انا شخصيا عملت ام بي اي كويس، لانه بتكون انت عايز حاجه خاصه المحاسبه والكوربريت فاينانس والحاجات دي. نحن خريج اقتصاد في السودان عموما الجرعه ضعيفه جدا حقت المحاسبه والكوربريت فاينانس، فالناس بتحاول تزيد الجاب في سوق العمل، بتقوم تعمل الام بي اي. ما ناس اقتصاد برامج، المهندسين والدكاتره كلهم قاعدين يعملوا ام بي اي. فاما في المجال نفسه في الاقتصاد، طبعا لاغراض سوق العمل انا شايف في الببليك بوليسي اعتبر ده ماجستير كويس، وفي الديفلوبمنت في التنميه. لكن صراحه في التنميه يعني هتكون حاصر نفسك في المنظمات والحكومه كويس. فاعتقد في الببليك بوليسي بيكون كويس لخريج اقتصاد. وانا افتكر كده يا دعاء خلصت، ما عندي حاجة أضيفة. وأنا شاكر ومقدر لكم، وأتمنى إني أتواصل معكم جميعا. وأنا موجود في الفيسبوك، موجود في اللينكدين، سعيد إني أتواصل معكم كلكم وأجاوب على أسئلتكم بشكل شخصي أو فردي. وأنا سعيد جدا لمشروع لينك إنه متاح لي الفرصة دي إنه الواحد يقدم مساهمة يعني متواضعة، أرجو إنها تكون مفيدة. والواحد بيكون سعيد دائما والله اذا كان له اي فرصه انه يساعد اي زول في المجال. وان شاء الله متفائلين، وضعنا في البلد حيتصلح، وان شاء الله سوق العمل حيتصلح. انا ما عندي شك ابدا انه ان شاء الله الحرب حتقيف وحيرجع اقتصادنا ينمو نمو سريع والناس تتمسك بالتفاؤل. وشكرا لكم كثير. شكرا أستاذ مصعب على الوقت والجهد، وشكرا للمشاركين والمستمعين. في الشات بوكس هرسل لكم لينك لتقييم المحاضرة، أتمنى كل نقدر نقيم المحاضرة عشان نحسن فيها ونصلح في الأداء بتاعها. هنرسل لكم كل الريفرنس وكل اللينكات. شكرا لحضوركم وإلى اللقاء، مع السلامة.